اهلا وسهلا اهلا وسهلا عليكم السلام. اهلا اهلا اهلا. انا عامل زي اللوز زي الفل الحمد لله الحمد لله. هنعمل نفسنا ما كناش لسه من شويه عمالين نتناقش سخن مننا واحنا عاملين نتكلم على ون بيس. لا هنعمل نفسنا ده ما كانش حاصل دلوقتي خالص. هنبدا كده نخش كان بدايه مكالمه عارف. والله منور يا باشا والله منور من هنا الين عندك ذهابا وعوده. كيف حالك؟ انا زي انا مستمتع جدا بالكواليتي من المحتوى اللي دعوه بالافلام والمسلسلات والانمي وش اخبار هوليوود اللي انت بتطلعه. تحياتي لمه جدا. تحياتي حبيبي. انا صراحه بحب البساطه اللي انت بتقدمها في مش بالمونتاج. المونتاج صراحه شيء رائع بالذات الفيديو الاخير تبع الفيب والسجاير والحاجات ذي. من ناحيه المونتاج بتقدم شيء رائع جدا. بس بحب اللغه اللي بتقدم فيها المحتوى. لغه سهله الكل بيفهم الكل ما فيش رسميه فاهم علي. فحاجه جميله جدا حبيبي. طيب محمود اسماعيل يا اخوان يعني من الناس صراحه اللي يعني عندهم أكثر من محتوى على اليوتيوب مش فقط أفلام ومسلسلات وأنمي. كمان عنده قناة ثانية بتنزل فيها تقريبا أشياء عامة كذا وثائقيات شغلات منوعة. وأنا صراحة من الناس اللي يعني لما أشوفك ما شاء الله قادر على السيطرة على قناتين بقول ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا عندي قناتين في اليوتيوب, واحدة ألعاب واحدة مسلسلات وأفلام وأنمي. قناة الألعاب مهجورة يا رجل على تراب. مش قادر اسيطر على الاثنين صراحه. كون انه برضو كمان عندي كل يوتيوبر يا كون انه عندي اولس وكمان قناه في تويتش. فيدوبك ثلاث قنوات ايش حتدير ايش حتخلي. فخور فيك صراحه انك قادر على اداره الانتاج والكميه الهائله دي من الفيديوهات ما شاء الله عليك. ثانك يو مان. نفس الواحد بيحاول يعمل اللي يقدر عليه طالما انه ما يضحيش بالجوده اللي هو بيتطلع ليها فاهمني. yes. بس yes. لو ده هيأثر على الجودة الواحد بيطلعها لا فنوقف منه. yes. Yes. فنوقف منه فاهمني. ما ده الواحد بيسعى ليه من وجهة نظري. محمود أغلب اليوتيوبر في العالم العربي يعني حاليا توجهوا لموضوع انهم بيجيبوا editors بيصوروا الفيديوهات. هم بيشوا الفيديوهات بيعطوها الإديتورز. انا وظفت اكثر من 5 أو 6 إديتورز ما عرفت اشتغل معه. عندي كذا فكرة في راسي ابغى اخرجها في المونتاج ما حد قادر يخرجها بالرغم انها بسيطة يعني. فاتوقع انت نفس الشيء انت اللي بتسوي ايديت ولا لا؟ انا بعمل ايديت للقناة الاساسية برضو للمشاهدين اللي مش عارفين ان القناة الاساسية هي ده المين بتاعي مش اللي هي من غير مونتاج بتاعت المسلسلات. من غير مونتاج هي تعتبر القناة التانية. انما القناة الاساسية دي اللي انا شغال فيها 100% لوحدي. انا اللي بكتب انا اللي بصور انا اللي بمنتج كله من اول الاخر لان دي انا ما اقدرش يعني ده الحاجة اللي انا بعملها دي اللي هي سبيسيفيك جدا للرؤية اللي موجودة عندي. فدي انا اللي بمسك الشغل بتاعه كامل. انما من غير مونتاج لا من غير مونتاج عندي اصدقائي بيشتغلوا معايا بيساعدوني فيها ساعات. أوكي. بيساعدوني من ناحيه التصوير وبرضه من ناحيه المونتاج بس بنشيل من بعض يعني. ساعات انا انظف المونتاج اعمل فيرست كات وابعت حد تاني يقفل وهكذا. بس دلوقتي لا دلوقتي انا بشتغل مع مامان شوت اوت مان هو عارف نفسه. هو بيساعدني جدا في المونتاج بتاع قناه من غير مونتاج. مش confusing خالص الموضوع مش صعب خالص. لا, لا 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 واضح زي اللوز ما شاء الله تبارك الله. فاللي بقوله انه انا برضو يعني قد ما بس لا عشان نرجع للنقطة بتاعتك فكرة ان انت تكون متمسك قوي بالإديتنج بروسيس هو اصلا حاجة مش وحشة يعني. ايوه انا بعمله بس انا معترف ان هو حاجة مش وحشة لان هو بياخد من وقتك كتير جدا. بس يا. برضو الحق يقال ان من الناحية عندي هي برضو ليها دعوة بإيه بشوية أنانية لأن أنا بستمتع بالمونتاج. أوكي. خاصة الحاجات بتاعت القناة الأساسية أنا بستمتع بيها يعني دي مزاج بالنسبة. حلو. فحتى لو لقيت حد وأكيد في مليون ألف حد يعرف يعمل الإيديت بتاع القناة الأساسية المحتوى بتاع القناة الأساسية أحسن مني 100% دايما هيكون في حد أحسن منك طالما هو متخصص مش زي اللعبة اليوتيوبرية دي اللي هي يكون yes. جاك أوف أول تريدز. طالما ان هو متخصص 100% في مليون الف واحد احسن منك. بس هي الفكره ان انا بستمتع بيها
فاهمني؟ فانا مش لسه مش قادر اتخلى عن الجزء ده لان انا بستمتع بيه، فاهمني؟ واضح اني انا ما توفقت للحين بالإديتور الكويس اللي يخليني اقلع عن الإديت بنفسي. اجل هو موجود كده كده موجود. حلو قوي. طيب محمود، احنا في اول حاجه حياك الله في سلسله على الماشي، وكان عندنا خطه يعني انا ومحمود اننا نجلس فيس تو فيس اي ار ال اي ار ال اي ار ال ان ريل لايف، بحكم انه محمود له زيارات للسعوديه. صراحه فاجاتني بالمعلومه هذه. انت بتيجي للسعوديه لاي مدينه وكم لك بتيجي؟ لا 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 برضو اوكي، ربما ده يكون مبالغه، ما انا اصلا كنت عايش في قطر تمام. فيعني كان من الحاجات العاديه جدا ان انا اروح اعمل عمره تقريبا كل سنه فاهمني. ومن الحاجات اللي كانت عاديه برضو ان احنا لما نكون مسافرين مثلا وقت اجازه نسافر من قطر لمصر كنا ناخدها بري فاهمني. أوه. من قطر بالعربيه لحد مصر، من قطر مرورا بالسعوديه، بالسعوديه لحد الاردن، ناخد عباره ونوصل. ده كان شيء عادي تمام. الوالد الله يديله الصحه كان بالنسبه له مزاج ان هو يعمل الموضوع ده رود تريب فاهمني. رود تريب بالظبط، رود تريب لمده 3 ايام. يعني الواحد ليه ذكريات كتيره مع الموضوع ده، والله الواحد يقعد يفتكرها كده. لا كان جدول كجدول، بس انا ما اظنش ان انا اقدر اعمله دلوقتي خالص. يعني انا ما اظنش ان انا اقدر اكون سايق لمده 3 ايام يا محمد. لا صعب صعب الموضوع صعب. بس بعد كده بقى يعني سيبك من زمان وانا صغير مع الاهل وكل سنه لازم نروح السعوديه نعمل عمره وبتاع. إيه لما كبرت كان برضو ده شيء عملته مع الشباب اللي هو في الجامعه، واخدين الاجازه بتاعه الجامعه او واخدين اجازه قبل ما نبدا سمر ولا حاجه، يلا يا معلم على السعودية، اقعد لك نقعد بتاع اسبوع ولا حاجة، نقعد 5 ايام في المدينة ونروح على مكة نقضي وقتنا ونرجع فاهمني. فلو رجلي واخدة أيوة مش أيوة حاجة فهمت غريبة. عليك. فهمت عليك. جميل. اجل المرة الجاية ان شاء الله اذا بتجينا لازم نصور فيس تو فيس بإذن الله 100%. واعطيك معلومة حلوة، يعني برضو المدينة اللي انا ساكن فيها بينها وبين مكة 45 دقيقة. يعني ما فيش حاجة صعبة، فمش حتروح الرياض ولا حتروح الدمام. نعم. حبيبي طيب حكيني عن لا اطلع لهم فضايحك يعني، اقول له قول عارف كيف ما قبل كم يوم قاعد اسال محمود، اقول له محمود ها ايش رايك نصور ذي الايام ولا ذي الايام؟ قال لي اصبر بس انا قاعد اشوف لي طقم كذا عشان اروح اتابع فيلم باربي. بالضبط. طب ايه الغلط في الموضوع؟ احكي لي عن تجربتك مع باربي. جميل. انا طبعا انت عارف الكامبين بنت اللذينه اللي حصلت باربي تمام، عملوا شغل ابن لذينه فاهم، فعجبني جدا. بس الحاجه الوحيده اللي فضلت معلقه في دماغي الاغنيه بتاعت ام جاست كان تمام، كانت بتتكرر باربي. في الاعلانات كتير. المهم ما علينا، المهم الاغنيه دي عماله تتكرر كتير في كل الحاجات الاعلانات اللي عاملين يرموها وبتاع. ففي زي نمره معموله في الفيلم وكل الكنز مع بعض قاعدين بيغنوها وبتاع، فلابسين لبس سيمبل جدا وبتاع. فانا عامل يوم بقى اللي احنا نروح نتفرج على باربي مع البويز وبتاع والكلام ده وشله كبيره بقى وبتاع. فانا اللي هو مادام هم عاملين هبه من الموضوع وعايزين نكون جوه الميم عشان نعمل الميم من الاخر، فاتس ميم يعني. فاهم رحله الذهاب لفيلم باربي هو انت عايز تكون جزء من الميم اكتر من ان انت تروح تتفرج على الفيلم ذات نفسه. يس تمام يس فهمت. فانا رحت مديها اللبس ده اللي هو كان موجود في الميوزيكال ده، اكتر لبس يبان عادي، فاللي هو حد لو شاف من بعيد مش هيقول ده كان رايح فيلم باربي. لا اوكي تيشيرت اسود عادي ومش عارف مين، بس فعرفت اطلع نفسي من الموضوع وفي نفس الوقت اشارك في الميم فاهمني، بطريقه كويسه ومش مبالغ فيها. كول بالظبط. نايس حلو. طيب كيف فيلم باربي؟ اقول لك هو انا هلخص الحوار كله تمام في حاجه واحده، لو انت دخلت الفيلم وانت عايز تاخده بجديه انت هتخسر، لان فيلم زي ده ما يتخدش بجدية تمام، لانه تويتر ومعظم المراجعين من ضمنهم ماهر من ضمنهم الشباب خسفوا في الفيلم رموه تحت الارض، وهو يستحق لان حتى والفيلم مش عايزك تاخده بجدية ليه وقعات كتيره. بس انا هقول دي للحق انا اعتقد ان انت لو رحت تتفرج على الفيلم ده لوحدك الفيلم هيكون سيء
سيء بشكل مش طبيعي. يعني زيادة عن الأجندات والسياسات ومش عارف مين والكلام ده اللي انت كده كده هتتضايق منها أو حاجات اللي لا تتماشى مع الثقافة بتاعتنا كده كده هنتضايق منها بعيدا عن ده تمام، وده شيء أكيد يعني برضو ليه الوزن بتاعه. بعيدا عن ده انت لو رحت اتفرجت عليه لوحدك مش هتستمتع بيه تماما. ولكن انا لسه متجوز من قريب واكتشفت الموضوع ده، ان الفيلم ده لو رحت اتفرجت عليه مع خطيبتك مثلا او رحت اتفرجت عليه مع مراتك انتوا الاثنين هتستمتعوا جدا. لان انا ما اظنش ان يعني انا ممكن اقول ان 90% 95% من النساء اللي هيتفرجوا على الفيلم ده هيكون وجهة نظرهم للفيلم افضل من الرجاله في كل الاحوال. أوكي. في كل الاحوال حتى لو ما عجبهمش الفيلم او حبوه بشكل مش طبيعي او ماتوا فيه برضو هيكونوا اقل نقد لازع عليه من الرجاله، بحكم انه يعني في حاجات دايما هيتفقوا معاها. اها قصدك على ما فهمت انه الفيلم يعني في موضوع الفيمينست بشكل عارف الاندبندنج وومن. ماشي جميل. انت ما اتفرجتش على الفيلم صح؟ لا 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 انا هنتظره، انا هنتظره ينزل. انا بقول لك انت لو انتظرته ينزل واتفرجت عليه لوحدك برضه هيطلع وحش، لان ده مش النوعيه الفيلم اللي تتفرج عليه لوحدك وفعلا تركز واللي هو انا عايز احلل مش عارف مين. نو ذاتس نوت ذا موفي، مش هو ده الفيلم اللي اتعمل فيه كده تمام. بس برضه الحق يقال من واحد متابع هوليوود من 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 ساعه لما ايه بقى فيه الشحنه السياسيه الزياده في الافلام دي وبتاع، لو هتقارن باربي بمثلا فيلم زي جوست باسترز 2016 تمام، ده يعتبر بالنسبة له أهدى بكتير جدا جدا. تخيل باربي بالحاجات اللي انت تسمع، لا يعتبر أهدى من جوز من وجهة نظري، أهدى من جوز باسترز 2016، يعتبر أهدى بمراحل من مسلسل شي هالك اللي نزل السنة اللي فاتت. لا شي هالك فوضى يا شيخ، شي هالك كان صعب، شي هالك كان صعب جدا من الناحية دي. بس لا باربي بالنسبة له، وتخيل هو باربي اللي هو السيت اب بتاع الفيلم اللي هو ايه تعال نحط الباربي اللي هي ايه كنايه للمراه قدام كنايه للرجل كده اهو، وبرضه يعتبر اهدى من شي هالك. اوكي 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 لا برضه ما بقولكش ان مش موجود الموضوع ده، هو موجود. بس نزل توقعاتك واطفي دماغك جدا، هتستمتع باول الفيلم انا ايرونيكلي. يعني حتى لو انت داخل وعايز تكرهه غصب عنك تلاقي نفسك ان هو اول الفيلم كده اللي هو اوكي انا بجد انا ضحكت في الحاجه دي من كتر ما هي سخيفه، انا ضحكت عليها فاهمني. yes. بعد كده بقى في ابس اند داون اند اتس موفي في الاخر، هو كده كده في الاخر هو بس هو فيلم. تتفق مع موضوع انه فيلم تجاري بحت جدا جدا جدا. كم تقييمك له علشان برضو التقييم بيعطينا تصور لكل خلاصه الكلام اللي انت قلت. جميل. انا ما لا اعترف بالتقييمات اللي بالارقام أوكي. لان هي غير منطقيه تماما، مش منطقي ان انت يعني بس على الاقل يعني. على الاقل بتعطي الناس فكره انهم يتصوروا ايش الانطباع اللي انت اخذته عن الفيلم. الرقم ده لما تقوله هو خمسايه كده فاهم، خمسايه ميك سنس. لان ما تقدرش تنكر السيت ديزاين الخرافي اللي في الفيلم، ما تقدرش تنكر ان حتى لو انت داخل وانت معصب وكاره الفيلم وكاره وانت كل حاجه هتضحك مرتين ثلاثة فاهم، غصب عنك في نكتة أو نكتتين هتوقعك. ولو أنت داخل مع مراتك ولا مع خطيبتك 100% هتضحك 100%، في جملة معينة هتتقال هيكون ليها دعوة بنقاش أنت أخدته مع خطيبتك قبل كده أو مراتك قبل كده أو خناقة حصلت ما بينكم، فهيتعمل لها ريفرنس فأنتوا هتبصوا لبعض هتضحك فاهمني. فهو في الجزء ده فما تقدرش تنكره. وبرضو لازم أعترف أن من ناحية كتابة لمرأة تمام، في كتابة جيدة للمرأة في الفيلم ده، وأنا أقدر أعترف أن أنا موافق أن الفيلم ده مش معمول ليا. أنا معترف بده ومعترف أن أنا ممكن ما عجبنيش حاجات كتيرة في الفيلم علشان جريتا جيرويج وهي بتعمل الفيلم ما كانتش عاملة حسابها أن أنا التارجت أودينس فاهمني. أوكي. أنت عارف أنا عايز أقربها بإيه؟ عايز أقربها بإيه؟ yes. بمثلا أنمي زي تشين سو مان حلو؟ أوكي. جيب بنت عندها 18 19 سنة وفرجها على انمي تشين سو مان، هتقول ايه ده فاهمني، اللي هو يعني اوفر في اوفر يعني حاجات بت ما بتكلمش الغرائز النسوية على قد ما هي بتكلم الغرائز وحاجات كوميدية للشاب المراهق او الشاب اللي في العشرينات من عمره. أوكي. لانمي زي تشين سو مان اللي هو
السينوبسس او الفكره او الهوك اللي في البدايه من بدايه الانمي انت عارف هي ايه تمام او عامه يعني مش عايز اقولها عشان وصلت شوية. الفكره ما عليك فهمني أيوه. فلو انت ما تتوقعش ان وهم بيعملوا الانمي بتاع تشينسا مان ان هيكون التارجت اودينس بتاعهم البنات المراهقات او البنات الادوليسنس اللي هم في العشرينات من عمرهم لا yes. انا اظن ان جريتا جيرويك كانت جايه من نفس الموضوع اللي هو انا مش التارجت اودينس بتاعي الفيلم ده هو الشباب او الشباب اللي في سن العشرين لا الهدف بتاعي او التارجت اودينس اللي انا بكلمه البنات فربما ده يديهم باس شويه ان انا ما اكونش قاسي قوي على الفيلم مع اني ما اتفقش مع حاجات كتيره اتعرضت في الفيلم ده حلو مع انهم اشتغلوا على موضوع التسويق بشكل مرعب لدرجه اتوقع لو في حيوانات عندهم اي اهتمام يتابعوا يدخلوا السينما حيدخلوا من كثر ما الفيلم في كل مكان والله يا رجل من كثر ما اشتغلوا على الفيلم انت تكلمت عن السيت ديزاين والتصاميم اللوكيشن تبع يقول لك صار في ازمه في اللون الوردي في العالم صحيح الموضوع متعوب عليه يعني في جزئيه في الفيلم فعلا كان مدفوع عليها ومتعوب عليها عموما ايا كان يعني احنا ننتظر ونشوف الفيلم ولكن كنت حاب اشوف وجهه نظرك يعني بحكم انك لسه شايف وقريب كمان جميل 5/10 ها يا 5/10 ويعني مع الحاجات الحلوه اللي فيه اللي انا قلتها واتكلمت عليها بس برضو جميل. مش يا فاهم عليك فاهم عليك طيب محمود اسماعيل يعني شخص عاشق لعالم هنتر وشفت لك فيديو انت بتشرح على سبوره النن وال انا شفت الفيديو تبعك وانت بتشرح الفيديو كذا كان في لحظات بتضحك يعني معقول انا قاعد اشرح على سبوره معليش يا جماعه أيوة بالضبط واخد نفسي بجديه زاد على اللزوم جدا بس اي لاف ات لا لا جميل جدا. جميل الفيديو جميل انا لما تابعت هنتر وإلى الآن صراحة ما زال عندي يعني صعوبة في فهم أشياء كثيرة زي النن والأشياء هذه يعني أوكي فاهم جزء كبير منها بس برضو مش الشيء اللي تحس إنك فاهمه وملم فيه 100% في النهاية مادة معقدة موضوع النن والرن والتن والأشياء هذه فقالوا للمتابعين يا عمي محمود إسماعيل منزلك شرح على السبورة روح شوف الفيديو وشفت الفيديو ويب ما فهمت موضوع لا يعني فهمت بس مش ما صار عندي قدرة واستيعاب كامل لهذه الجزئية فالمتابعين قالوا لي لا يا جل لما تتقدم في متابعة الأنمي حتفهم الموضوع أكثر فهمت جزئيات كبيرة وكيف تحدد نوعية النن تبعك والأشياء هذه فيا كان تجربة جميلة هنتر إيش اللي تشوف أنه يعني أو خلينا نطرح السؤال بشكل ثاني لو أنه هنتر ما زال مستمر وموجود كأنمي وكإنتاج هل تتوقع انه بيكون انت قارئ المانجا؟ اوكي معيب بقى ايه السؤال ده؟ علشان اعرف انت لاي مدى وصلت في لانه في ناس كثير وقف بعد الانمي قال لك لا مش لا قادر لا لا حلو الى اخر ما وصلنا في المانجا انا تابعت المانجا الين بدا الموضوع يصير معقد اكثر من اللازم وبدت تظهر شخصيات اكثر من اللازم فوقفت قلت خليني اجمع فصول زياده وتوغاشي رجع وقف من جديد بس هل تتوقع انه انمي هنتر لو استمر بالنزول الى يومنا هذا اقتباس فصول و هل تتوقع انه كان بينافس الانميات الكبيره اللي حاليا موجوده بدون ذكر اسماء 100% 100% مان 100% اصل بص يعني انت ممكن تبص للشغل بتاع توغاشي من الناحيه دي اللي هو توغاشي يا اما بيعمل حاجه في نوع القصص اللي بتتحكي في عالم الانمي فيعمل منها ثوره فالناس تقلده او ياخد من الحاجه اللي مشهوره ويعملها احسن اوكي فاهمني لان هتلاقي البصمه بتاعه توغاشي في كتير من الانميات اللي مشهوره دلوقتي مفيش اي شخص عادل تمام يقدر يبص على انمي زي ماي هيرو اكاديميا مثلا وما يشوفش بعينه النحت الواضح من شغل توغاشي تمام مفيش اي حد عادل يقدر يشوف مثلا الارك الغريب بتاع ايرين ييجر في اتاك اون تايتن ويكون عادل وما يقولش ان في سيميلاريتي مع الحق انا طبعا انا شايف ان من اكبر الغلطات اللي تحصل في العالم ان احرق على حد هنتر فاهم فانا هكون حذر جدا في الكلام اللي انا بقوله عشان مش عايز ابوظ على اي حد هنتر تمام ولا اخد منه متعه هذه العظمه بتاعه هنتر بس اللي عارف ان
اللي حصل في أتاك أون تايتن الشيء الثوري اللي أنا بعشق أتاك أون تايتن، بس الشيء الخرافي في التحول بتاع شخصية إيرين ييجر في أتاك أون تايتن اتعمل في هانتر، اتعمل في هانتر. أوكي، فالحتة اللي أنا جاي منها إن توغاشي كشخص في هذا المجال هو 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 حاجة تانية، مان حاجة تانية. ال حرق للمانجا، اوكي حرق للمانجا، تحذير حرق للمانجا. اوكي، الارك الميني الصغير بتاع الفلاش باك بتاع الفانتوم تروب، مان ذاتس انت قريته؟ انا حرقته عليك دلوقتي. لا 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 لا، وصلت اللي هو الفلاش باك تبع العناكب. يا اخ، انا كنت هعيط يعني على بعد خطوه واحده وابكي. يا الله، حاجه تانية مان، حاجه تانية. واصلا الفكره ان دلوقتي البروتاجونست بتاع القصه اللي ماشي القصه هو كورابيكا، اللي هو هتروح على فين مان يعني انت؟ والفكرة ان لما انت تكون عارف توغاشي وعارف الستايل بتاعك توغاشي، انت ما تقدرش تتوقع الحاجة اللي هتيجي بعدها، لان هو ما بيمشيش على نمط المعتاد بتاع القصة العادية. يعني مين كان يصدق ان في الارك بتاع الفانتوم تروب في الانمي، الارك بتاع الفانتوم تروب بتاع تفرج، وفي اخر الارك الشو داون اللي احنا مستنيينه هيسوكا قدام كرولو ويخلص بنكتة، والارك كامل يخلص بنكتة. الارك ده اللي هو يعني في ناس بتعتبره اجمد ارك في الانمي كامل، في الران كامل، الارك بتاع العناكب. لو انت فكرت فيها هو خلص بنكتة وما فيش حد عنده مشكلة مع الموضوع، فهمني؟ علشان هو ما بيمشيش مع الارك تايب العادي في حكاية سمارت رايتنج، كتابة ذكية. بالظبط بالظبط. ثانية واحدة، خليني ايه عشان نكون في الامان، عشان احنا بدأنا نسخن في الموضوع. يس، دلوقتي بقى انا عايزك انت اللي تقول لي ايه افضل ارك بالنسبة لك. والله شوف، ما أخفيك يعني أنا يعني هانتر بشكل عام لكل آرك كان في تجربة كذا مميزة، بس أنا أكثر حاجة يعني شوف، عندك آرك برج السماء كان ممتع، كونك قاعد تشوف الشباب بيلفلوا، تعرف كذا بيلفلوا، بليفلهم بيرتفع، بيتعلموا حاجة جديدة، البيئة تبع برج السماء ما بين مسالم وما بين أجريسيف كذا جاية من الاثنين، وبعدين هيسوكا لما قابلهم فوق ومنعهم يدخلوا وراحوا يضطروا يتعلموا النين والحاجات ذيك. كل آرك صراحة له حاجة مميزة فيها. اختبار الصيادين الآرك في بدايته لما الشخصيات بتعرف على بعض في أجواء حلوة، ولكن أكثر آرك بالنسبة لي استمتعت فيه ولعب بأعصابي وترني بشكل ما كنت أتوقع أني بتوتر فيه، آرك النمل. صحيح، ارك النمل، ارك النمل مسكني، تعرف اللي كذا توغاشي حاط يدينه على قلبي كذا طول الارك وانا قلقان، ايش القوه العظيمه اللي داخل على البشر ذي؟ قوه النمل ميروم وقوته الهائله ذي، احنا حنوقفه كيف؟ اذا اذا اذا, إذا, إذا اتباعه قدروا يقتلوا ايش اسمه ذاك كايت قدروا يقتلوه بكل بساطه، أجل الملك النمل ذا مين حيوقفه؟ القلق ذا، الشعور ذا كان جميل جميل كذا، أنك تستشعر الرعب والفوضى اللي صايرة في الأرك. وده الجميل في هانتر مان، اللي أنت وأنت في نص الأرك ذا، معلش أسف على كلامك، بس وأنت في نص الأرك ذا لوهلة لسنة صغيرة كذا، أنت بتقوم جايلك فلاش باك كذا سنة، ثانية واحدة، المفروض أن ده كان أنمي عن ولد بيدور على أبوه. أيوة. احنا وصلنا هنا ازاي؟ انا كنت فاكر ان ده بس واد راح يدور على ابوه جري وبتاعه وبيطور نفسه وبيطلع رخصة الصيادين وخلاص. لا الموضوع صار مختلف. يب فحتى بفتكر اللحظة ذيك لما قبل حدث الدراغون دايف. تفتكر الساعة لما كانت بتك تك تك، انا قلقان ايش حيعملوا اصلا؟ هل الخطه بتنجح اصلا؟ ما اتوقع ان الخطه بتنجح، احنا داخلين على ناس مرعبين يمكن يقتلوهم كلهم كذا في لمحه بصر. بعدين جاء يعني شوف، حتى توقيت الدراغون دايف بالرغم من انه توغاشي اعطاك تلميح عنه، جاب لك نيترو وهو يقول بروح اتكلم مع واحد من اصدقائي واختفى كذا، نسيت انا موضوع انه راح يتكلم مع واحد من اصدقائه بخصوص ارك النمل، وبعدين دخلوا بالدراغون دايف. اخ، بناء الحدث هذا بكبره والله الآن جاتني قشعريرة وانا بحكي لك. حدث رائع. انا صنفت الدراغون دايف كأعظم تدخل شفته في تاريخ كل الأنميات اللي تابعتها الى حد الآن. اذا في شيء بيجي في المستقبل
الله أعلم، بس أتكلم إلى الآن تابعت أنميات كثيرة فوق 17 و18 أنمي، ما فيش أقوى من التدخل اللي صار في حدث الدراغون دايف. أداء صوتي، إخراجيا، كل شيء، كل شيء كان بيرفكت، كل شيء كان بيرفكت. الله عليك، أصل الحتة دي الكوميونيتي بتاعت هنتر منقسم عليها، وانا مش عارف ليه الانقسام ده موجود اصلا. اللحظة بالظبط اللي انت بتتكلم عليها دي، دي اللي في ناس بتقولك لا ما عجبتنيش، وفي الناس اللي هو انا منهم اللي هو it was perfect، it was perfect جدا من كل ناحية. الناس اللي كرهين فيها شوية بيقولك اللي هو لا، هي فكرة ان انت هي صايعة ان انت تقوم ايه موقف الزمن للثواني، وان حلقة كاملة تخلص وانت بس عدى من الزمن 10 ثواني. هي جامدة وكل حاجة، بس ليه كان في ناريتور اللي هو دود يور ميسينج ذا بوينت؟ هذا افضل شيء، خرافي. افضل شيء بالضبط، افضل شيء الراوي، اصلا صوت الراوي هو اللي كان بيخليني استشعر الرعب والخوف اللي كان موجود في ذاك الحدث. بالضبط مان، وكل ديتيل، كل تفصيله صغيره، وانت لا استنى بس يا معلم، انت دخلت القصر، اخذنا الدراجون دايف تمام، الحلقه اللي بعدها خد لك نترو وهو نازل، بس ثانيه واحده وقف كل الحاجات اللي احنا بنعملها في القصر والدخول ده، اديني فلاش باك لنترو بقى، عرفني مين هو نترو. دود. وبعدين في حاجه صدمتني، يعني هي متوقعه بس انا اعتقد انه جزء كبير من الجمهور وانا واحد منهم ما كنت متوقع انه ذا الشيء بيصير. زينو زولديك لما جاب الدراغون دايف it was business. it was only it was only business، ما يهمنيش البشرية، حريقة تحرككم، النمل اتخابطوا معاهم يا بشر، النمل لو قربوا الباب بيتي أنا أتفهم معاهم. الدراغون دايف it was only business، الموضوع business، أنا أنت دفعت لي فلوس، أنا حنزل لك دراغون دايف، حوصلك، أشيلك لأرض المعركة أنت وخصمك وأنا حمشي. الموضوع ده وصلك أنت وخصمك وهو نيوترال، قال لك حتى وهو بيدي القوة بتاعته بيقسمها ما بين نترو وما بين الملك 50-50، ولا هكون ايه خلاص ضغط على ده عادي بالحب. اللي بقوله لك البيز بتاعي وامشي، يا التصور اللي كان عند الناس انه لا زينو جاي معانا في صفنا، لا مش كذا الموضوع، ستيل بيزنس، عائلة زولديك الموضوع نفسها. بيزنس ستيل بيزنس، تعال يا زينو، تعال نيترو، ايش تبغى نيترو؟ والله يبغى عندنا ملك النمل ميرويم، اشغلنا قوي جدا، وا وا وا، هات فلوس يا عمي، بشرية العالم في خطر، هات فلوس. عارف اللي البرينسيبل تبع العيلة ما تغير، ما يهمني في نمل في وحوش، انا حتفاهم معهم اذا قربوا عند باب بيتي، غير كذا ما يهمني. فكانت لحظة عجيبة لما بعديها لما سيلفا راح نزل بعديها قتل يا قتل ذاك تمام، اللي هو قال له ايه انت ليه قتلته؟ قال له كان بس عمل مصدعني شوية كده، خلاص ما عجبنيش شكله، بس كده هو وردهت، اللي هو حتى كان متضايق منه انه قتله مان. اي لاف ذس انمي، اي لاف ذس شو، سو جود. واحد من الاشياء صراحة المحزنة انه توقف انتاجه صراحة، يعني هو ما توقفش، يعني ما توقفش من غير سبب، هو بس عشان ما فيش ماتيريال زياده يتعمل منه، واللي هو اوكي خلاص it is what it is، ونخلي الراجل توجاشي يعمل اللي عليه في الارك اللي هو عمال بيبني ليه ده، اللي هو يعني تعتبره الماجنم اوبس بتاع توجاشي، الارك اللي هو شغال فيه حاليا، اطول ارك، مش اطول ارك، تاني اطول ارك حتى الان في السلسله كامله، لسه ارك النمل لسه هو اطول واحد، بس دلوقتي بعده على طول هو الارك بتاع السكسيشن وور، حرب الخلافه بالظبط. فاللي هو خلي الراجل يطبخ براحته عادي جدا. بس عادي انت لما تطيح لك في معمع زي كذا، تعثر في الكتابه، فصول بتنزل فصول ما بتنزل، بتوقف، بيصير له اصابه، عنده اصابه في ظهره، وايا كان انت اوريدي، يعني خلينا نقول انه نهاية الانمي كان فيه كلوجر حلو، جون جلس مع ابوه، كان لقطة حلوة، الوعد اللي اخدته في البداية وفى بوعده، الراجل وفى بوعده، يا كان فيه كلوجر حلو، يعني حتى لو قلت لي الانمي انتهى حقول لك خلاص it's end، نهاية كويس. بس توغاشي راح فتح عيون الناس على قارة مظلمة، وا وا وا، ليش كنت تخليها بعدين؟ اللي هو في الاخر راح يقول لك ايه، وبالمناسبة كل اللي انتوا شفتوه ده كان الاعلان للحاجه الحقيقيه بقى اللي انا عايز اعملها. ايوه بالضبط. فشيء مؤسف صراحه، يعني انا حتى كنت متحمس اني اقرا المانجا، بس لما شفت التعثرات اللي بتصير، التاخير، فقلت لا خليني اجمعها احسن، يعني
أنا ما أنا إنسان يعني الصبر عندي ضعيف جدا، وصراحة بكره بكره فكرة إني أفقد الارتباط بيني وبين العمل اللي بتابعه. يعني على سبيل المثال أتاك أون تايتن أنا تابعت من أول موسم إلينا الموسم الثالث دفعة واحدة، وخشيت على الموسم الرابع وكان قريب حيبدأ، يعني ما كان باقي يمكن أقل من سنة وحيبدأ، فما فقدت الارتباط، أنا باقي أوريدي تابعت ثلاثة وخشيت على الرابع. بعدين الفجوات اللي بتصير في الإنتاج، الحلقة بتنزل حلقة ما بتنزل، مدري إيش تأخير، بيخليني أفقد الارتباط في القصة وبأنسى أشياء كثيرة، فبضطر أني أعيد من جديد وأتابع من جديد. فهذه واحدة من الأشياء يعني اللي بتخليني ما أقدر أكمل العمل، إنه يكون مش قاعد ينزل بشكل مستمر وبيفقدني الارتباط في العالم نفسه. فهمت علي؟ لو هدي أي حاجة لهانتر إن هانتر ري واتشابل بشكل مش طبيعي، فأنا ما بحسش إن أنا بفقد الارتباط ده مع هانتر، لأن كل فترة والتانية برجع أشوفه من البداية التاني وبرضو بلاقي حاجات جديدة ما خدتش بالي منها قبل كده. زهقت منه خالص بقى أروح أتفرج على نسخة 99، ليه لا؟ اتفرج على نسخة 99. عاد نسخة 99 كثير حكوني عنها، قالوا لازم تتابع. أنا تابعت نسخة 2011. أيوة لا ما أنت أكيد، لا هو أنا بالنسبة لي أنا بعترف إن النسخة بتاعت هانتر هي 2011، بس 99 برضو عندها الحاجات، برضو عندها الحاجات. بس الفكرة إن في 99 أو أكبر مشكلة موجودة عندي مع 99 إن في حلقات الإخراج فيها أوف إيه ده؟ يعني أنيميشن تحسه، يعني تحسك بتتفرج على فيلم أكيرا، فاهمني؟ اللي هو لا يعني حاجة ليفل خرافي من الإخراج من الأنيميشن. وفي حلقات تانية بقى يعني ستيك فيجرز، فاهمني؟ رسومات ستيك فيجرز اللي هو ليه مش نفس الحلقات؟ وهو الموضوع ده فهمت في مشكلة كونسيستنسي مش طبيعية في أنيمي بتاع 99، تمام؟ يعني مثلا الحلقة في امتحان الصيادين لما كيلوا بيقابل اخوه، بيكتشف ان اخوه كان معاه في الامتحان. الحلقة دي من ناحية انيميشن، من ناحية مزيكا، من ناحية اخراج حاجة تانية. تشوف الحلقة اللي قبلها واللي قبل قبلها بجد يعني نزول مش طبيعي في مستوى الانيميشن، ما تفهمش ايه اللي كان بيحصل، ما تفهمش. بس هو واضح ان كان الحلقات اللي كان فيها ايفنتات قويه دي اللي كانوا بيجيبوا فيها الاسامي الثقيله بقى وكانوا بيركزوا عليها، فاهمني؟ وواضح ان الحلقات الثانيه كانوا بيعملوا لها اوت سورسنج، فعشان كده كان في ديب واضح في الكواليتي. بس برضو في حاجات في ليه اللحظات بتاعته الكتيره، وبرضو الستايل الانيميشن الهاند درون ده ما يعلاش عليه صراحه. وكمان بس الهوية، انا برضه هحب 2011 الهويه الكلاسيكيه، يعني اتوقع انها بتعطي جو حلو للانمي. انا تابعت انمي يعني ما اتوقع انه يصنف كلاسيكي، ولا ادري هو نزل سنه كم، اللي هو مونستر. انمي مونستر كان في كذا هويه كلاسيكيه، بتحس انه الانمي مش جديد بس مش قديم، كذا في النص، في المرحله اللي ما بين القديم وما بين الجديد. اجواء جميله كذا، اجواء كلاسيكيه حلوه بالنسبه للانمي. جميل والله، الحديث في هنتر ممتع صراحة، ما توقعت إننا نأخذ الوقت ذا كله في هنتر. أجري أنا عندي برضو في الجدول موجود عندي، حنعيد متابعته إن شاء الله، بس لسه عندي كمية أنميات كثيرة حاطة عندي في الجدول. جميل، أحب أقولك ترى للحين ما بدينا على الماشي. يلا بينا، أنا معك الصبح. الأسئلة تبع الماشي ما جت، بس خلينا بما أننا لسه ما دخلنا على الماشي، خلينا نأخذ بس جزئية مهمة هنا. بحكم أننا تكلمنا عن ون بيس أنا وأنت، ما راح نغوص في التفاصيل، it's fine. بس الآن أنا أبغى أوضح لك يا أخوان، محمود يعني مشكلته في ون بيس إنه الكوميديا اللي قدمها ون بيس، اذا انا قاعد اصيغ كويس قل لي، واذا هذا قاطعني يصيغ انت. هو يقول انه الكوميديا اللي قدمها ون بيس في بداياته الهزليه والكوميديا الزايده يعني ما قدر ينسجم معها، صح كده؟ صحيح. وافقدتك القدره على انك تستمتع بالعمل. صحيح. حلو، انا بس ابغى اقول لك كلمتين، يعني لاني انا سبق قلتها، ترى 90% من متابعين انمي ون بيس يتفقوا معك، البدايه في ون بيس مره صعبه. كويس ان انا مش لوحدي. لا، البدايه في ون بيس مره صعبه، جدا صعبه. ومش اي واحد يقدر يتحمل ثقل الاحداث وممكن السخافات وممكن الفان سيرفيس والاشياء اللي بتصير. زي انا لما تابعت ون بيس مع المتابعين على تويتش، كنت بقول لهم يا جماعه ايش اللي واحد يطيح من الدور 20 ويقوم ويكمل، ما صار له شيء؟ ايش اللي واحد بيتضرب ويطير ويختفي في السماء؟ انا قاعد اتابع باكس باني ولا قاعد اتابع توم جيري ولا قاعد اتابع ون بيس؟ معليش يا وجيه،
اصبر الشغل الثقيل جاي. وبالفعل في مرحلة ما من الأنمي لما تشوف أودا، يعني أودا عنده قلمين، أنا كنت أسميها مسارين، عنده قلمين، قلم كذا بيعبي فيه الأحداث، يعني خلينا نقول فيلر باي أودا، فاهم؟ فيلر بواسطة أودا، وفيه القصة المين إيفنت والأحداث الرئيسية. بمجرد ما يبدأ يكتب القصة الرئيسية، الفلاش باكات، تفاصيل الأسرار، صدقني يا محمود أنت راح تنتشي نشوة، راح تلاقي نفسك متعلق في الأنمي بشكل جدا مرعب. جميل جدا، جميل جدا. مشكلتي بقى، كمل قول النقطة بتاعتك ها، علشان أوضح لك قد إيش أنا تعلقت في القصة، في القصة بغض النظر أنمي ولا مانجا. أول ما خلصت الأنمي ما قدرت، معليش، في مانجا، في مانجا، يلا مانجا بشوف، أبستكشف العالم هذا. شايف تعرف الرغبة ذي في الاستكشاف اللي حطها عندك مثلا هنتر على سبيل المثال، بالزبط. تقرأ المانجا، بتحلل، بتفهم النين، بتسوي عنه شروحات، الرغبة ذي صارت موجودة عندي في ون بيس، أبغى استكشف العالم وأنا عايز أوصل هناك، أنا بجد عايز أوصل هناك. حتوصل، بس يبغى لك تصبر شوية. بس ما أنت ما تنكرش إن لا، هو الموضوع مش ببساطة إن أنا أصبر شوية. لا الموضوع مش بالبساطة. أوكي، الطلب طلب عالي جدا، طلب عالي جدا، ومامان والله حاولت والله. والموضوع أصلا كان جاي من البداية، كان جاي على اتفاق، فهمني، اخلي ايه ماهر مصلي يتفرج على هانتر، هو يخليني اتفرج على ون بيس. جميل جميل حلو. هو اتفرج على حاجه 140 حلقه، انا 1000 وشويه ممان، مش عدل، فهمني، وانا بادئ من حاجات اتعملت في التسعينات وبتفرج. دود الكوميديا صعبه، يعني لوقتها ممكن افهم ان هي تمشي وحد يقع والكلام ده ماشي لوقتها، بس انا لحد امتى، فاهمني؟ فانا ارجع اقول لك نفس الجمله اللي انا قلتها لك، انا اللي انا عايزه تمام فيديو يوتيوبي جامد كده يلخص لي الاحداث الـ الوحشه، لا يعرفني ايه الحاجات اللي ما يصلح، ما يصلح اللي ما يصلح، ما يصلح. من حلاوه ون بيس انك تتابعه بحلو ومره، ان انا اكون ايه اخذت الجلد اللي حصل في البدايه ده كله كله. وبعلمك حاجه، في مرحله ما، يعني أنا ما أنكر في كوميديا في ون بيس في البدايات، أنا إلى الآن ما زلت كل ما تطلع لي لقطات منها بضحك، بس أنا بقول لك إنه في جزء صعب تتجاوزه كذا، صعب إنه يعني معليش أنت كيف تبغاني آخذ العمل بجدية إذا البطل بيضرب العدو والعدو بيطير في السماء وبيختفي على شكل نجمة تينك، معليش طبيعي معاك، أنا معاك الأشياء ذي كلها، في أشياء غريبة تصير قدام، تصير معاك في القصة، بس في مرحلة ما ترى يبدأ يخف الكوميديا، الاستهبال، الأشياء اللي أنا عايز بقى أروح هناك على طول، فاهمني؟ أنا عايز أروح هناك على طول، إن أنا تعبت، أنا تعبت من المكان اللي أنا فيه ما. للأسف علشان تكون ون بيسي أصلي وحقيقي ومنغمس في القصة، لازم تتابع ون بيس من الحلقة 1 إلى الحلقة 1072 بتجاوز الفيلرات، it's fine. في فيلرات تقدر تتجاوزها كثير، كل الفيلرات تتجاوزها عادي، ما فيش مشكلة. بس عط في بالك حاجة، بعد في مرحلة ما افتقدت الكوميديا، ترى الاستهبال، السخافة اللي كانت تصير. أنا عارف إن أنت قلت الجملة دي، بس أنا حاسس إن أنت بتجامل، أنا حاسس إن أنت بتجامل. لا دود، والله دود. في كوميديا قديمة وسخافات ممكن ما كنا نضحك عليها وقتها بشكل كويس، بس لأننا افتقدناها ما عاد بنشوفها، يعني الأركات الأخيرة ما عاد في السخافات، ما عاد في الاستهبال، يعني صار الموضوع أكثر جدية. يا اخي وين الاستهبال اللي كان بيصير زمان، الحركات الغريبه اللي بتصير، في اشياء كثيره افتقدناها فعلا، ترى ما فيش مجامله ابد، بقول لك الحقيقه. اي فيل يو مان، اي فيل يو، وانا يعني وانا متفهم، بس من الكالتشر، من الثقافه اللي موجوده حوالين ون بيس جدا بتفكرني بالجمدان بتاع هانتر، او بتفكرني حتى بالجمدان بتاع اتا، او عامه بالجمدان اللي حوالين اي، او الهايب يعني اللي حوالين اي انمي. واضح ان اوكي، لا هو الموضوع اكبر من هايب، ان هو يكون كوميونيتي بالشكل ده حواليه، في ان اكشوال جود ستوري عماله تتحكي. بس ما دام كل الكوميونيتي دي، ما دام كلكم كده مع بعضكم متفقين ان كان في حاجات صعبه في البدايه، ليه ما حدش يدينا المفتاح بقى، يقول بص انت تبدا من هنا بقى، يعني تسكيب كتير، تبدا هنا بس في كام حاجه لازم تكون تعرفها، 1 2 و3 عشان دول هيتعمل لهم باي اوف، او يعني هتحتاجهم في القصه. فاهم عليك، فاهم بس عليك. اعرف دول وكمل من هنا بقى وسيبك من اللي ورا. انا عايز حد يديني المفتاح ده، لان مفيش حد متفق على الموضوع ده خالص على الانترنت. مشكله وميزه ون بيس واودا في كتابته، يعني وهذا الشيء اللي خلى يعني شبه مستحيل انك تشوف ملخص فعلا دقيق يخليك تتابعه وتكون ملم بالقصه.
إذا تابعت ملخص إلا ما تفوت عليك معلومة معلومتين ثلاثة ما يقدروا يستوعبوها. يعني تخيل إنه ممكن في لقطة من اللقطات تظهر كذا حاجة علامة عبارة صورة شخصية كذا. بعدها 300 حلقة يتعمل لها كول باك يا رجل. في ما من دون حرق في عبارة ذكرت يعني في مكان ما ذكر في بداية الأنمي ذكر وأخذ كذا يعني كحدث جزء من قصة وخلاص نسينا. آرك أركين 3071 حلقة 1072 حلقة بعدين صار فيه ريفرنس للشيء اللي صار قبل 1000 حلقة تقريبا. شيء عجيب. علشان كذا أقول لك الشورت كات الملخصات البريفيوز ما في. يا إنك تتابع ون بيس من الحلقة واحد إلى نهايته ولا بلاش تتابعه. والله العظيم حقيقي بقول لك إيه. عجبت إن أنت صريح مان. عجبت إن أنت صريح. بس لا أنا هكمل الرحلة. هكمل الرحلة بس هكملها على البيس أو الإيه. طيب السرعة بتاعتي. أنا هعطيك اقتراح برضو حيساعدك وحيشجعك. ليش ما تتابعوا ستريم؟ عشان عندي شغل تاني اعمله. يا بالضبط. انا عشان كذا قلت لك لانه الستريم لما تتابع 5 حلقات 6 حلقات في الستريم المتابعين برضو بيساعدوك. انا اشكر المتابعين اللي كانوا موجودين في بثوث ون بيس في البدايات. في اشياء كثيره كانوا بيساعدوني انتبه لها. المعلومه دي الشيء ذا ترى في. فهذه برضو ممكن تعطيك ايش متعه انك تكمل يعني تستمتع بالعمل بشكل اكثر لما يكون معك كذا في ناس تتابع معك. فهمت؟ فواي نوت جرب. ما لا انا ما اقدرش اعمل او اعمل كوميتمنت زي ده كوميتمنت كبير وانا عارف ان انا مش هقدر اتابع بيه. فاللي هو انا بقول لك انا هكمل بس هكمل بالبيس بتاعي. ففي الوقت الحالي انا بس هقعد استمتع بالرياكشنات اللي انا بشوفها ليك على تويتر وانا عمال بنزل وانا مش فاهم اي حاجه منها. فاللي هو اوكي ماشي انا افضل مش فاهم حاجه في اللي بيحصل. خلاص ده الكلام علشان بس نقفل جزئيه ون بيس. انا احب اقول لك في ون بيس انا ضحكت ضحك عجيب. في ون بيس انا بكيت عيطت وكتير عيطت كتير يا محمود. كتير عيطت كتير. احكي لك ايش وليش العياط جزء من ون بيس. يعني تخيل انه انت مش بس راح تبكي علشان في شيء مؤثر, راح تبكي سعادة في مرحلة ما, راح تبكي لانه في حدث سعيد صار حتدمع. في حدث صار في الحلقة 100 وشوية. والله حدث يا محمود مر مرور الكرام. شفناه خلص مع السلامة انتهى. في الحلقة بعد ما راح أقول لك العنوان الحلقة علشان برضو ما تعلم في دماغك. بعد يعني في حلقة من بعد 1000 في حلقة. لا 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 في حلقة من بعد 900 صار حدث بسيط يعني. بس انه سوى ريفرنس للجزئيه دي خلتني استوعب جمال المشهد والصوره الكامله دي. والله وقفت كذا الحلقه وجلست اعيط وجلست ابكي ما قدرت اتحمل. عايز يا اخي انا عايز القصه دي القصه اللي انا عايزها. ما الكلام اللي انت بتقوله ده انا عايز اعيشه بس انا مش فيه خالص. انا مش موجود فيه خالص. فاهم عليك. والكلام ده لو قلت لي اياه وانا مش متابع ون بيس مستحيل يعني افهم. بس انا جالس احاول قد ما اقدر ان اعطيك الانجكشن تبع الحماس علشان ايش لعله وعسى تاخذها حبه مش مستعجل. I will continue. هكمل. حلو قوي. تعرف اللي يقهر انا لسه دلوقتي في عدد الحلقات اللي مكون من رقمين فاهمني. انا في الحاجه 50 باين. اوه انت لسه مبنشر. لا لسه ما انا حار. صعب والله صعب والله صعب مان. يا والله مستوعب وفاهم جدا. في مقولة قال حكيم ذات مرة, حكيم عاد ما حد يعرف مين هو الحكيم هذا, قال ون بيس هو اللي بيختارك مش انت اللي بتختاره. نايس عامل نفسك كأني فهمت. واحد كاتب تعليق في تيك توك كاتب يا جماعة بحاول اتابع ون بيس من خلال موقع كذا كذا ومش بتشتغل معايا الحلقات. فقالوا له بس ون بيس ما اختارك انت. I love الكوميونيتي دي مان. One day هكاتشوب. حلو Attack on Titan. يا فنبغى نتكلم عن Attack on Titan لأن الأنمي هذا أنا جدا جدا أعشقه ولي معاه ذكريات ولحظات مستحيل أنساها. يعني ما أعتقد يعني أنه في
يعني افتكر الموسم الرابع اللي راحوا فيه على مارلي والحفله ذيك اللي صارت. يا رجل انا كنت بحلم فيه في الليل، بحلم فيه، بحلم ايش حيصير في الحلقه القادمه. وفي حاجه كانت مغريه، عارف تعرف تعرف مقاومتك للاغراءات دي، انه في مانجا تقدر تروح تشوف، لا ابغى اشوف انمي، ابغى اشوف انمي، اقاوم، شد حيلك، امسك نفسك. كان في لحظات حلوه صراحه مع تاكون تايتن. وإلى يومك هذا أنا بس قبل ما نبدا، كلام على تاكون تايتن، انا اعتقد ان تاكون تايتن دائما الناس بتنقسم الى نوعين. يس. النوع اللي بيحبوا الاوبننج بتاعت ساساكيو، والنوع اللي بيحبوا رامبلينج ومايور. انت اني واحد؟ ها ايش السؤال الصعب ذا يا محمود؟ ليه كذا؟ ليش تحشرني في الزاويه ذي؟ وعلى فكره انا حاسس ان ده بيقول كتير عن الشخص ذات نفسه. يس يس. انا عن الشخص ذات نفسه. من الاشخاص اللي يرفضون الرامبلينج اشد رفض. يبقى انت ضد الارك بتاع ايرن. يبقى انت ضد الارك بتاع ايرن. هو الناس اللي تحب اغنيه مايور ورامبلينج دول الناس اللي يقول لك ايرن هو البطل بتاعي. ايوه انا دول هم الناس دول. يا رجل انت بتتكلم عن شخصيه حرفيا جالس يتحول الى ديكتاتور، جالس يتحول الى ما ادري اذا الكلمه محظوره في اليوتيوب، جالس يتحول الى صديقنا الالماني. عارف الموضوع؟ لا يا جماعه، اوكي انا متفهم حبكم لايرن، انا متفهم ان القصه بدات مع ايرن وتضحيه ام ايرن وابوه وغريشيا واو واو والتفاصيل ذيك، بس اذا الشخصيه بدات تحذو حذو ديكتاتوري حرفيا الغايه تبرر الوسيله، قاد كذا فوق راس ايرن، قاد كذا، مع العلم انه الغايه تبرر الوسيله عباره ديكتاتوريه، ما هي مش عباره كويسه ولا تتسم بالانسانيه ابدا. انا كنت بسولف مع الشباب يقولوا لي الغايه تبرر الوسيله، لا ايش انت ليش بتقولها كانها تبرير؟ مش تبرير، الغايه تبرر الوسيله معناته هذا مجرم. هذا مجرم. النكته من الموضوع بيقول بس هو قال سوري في الفيلم اللي هو نزل، بس هو قال سوري خلاص، اه ذات ميكس ات اوكي، صح صح، يس يس ذات ميكس، بس هو عيط اعتذر للواد هليل ولا خليل، اعتذر خلاص ذات ميكس، خلاص يا جماعه لا اتس جود ناو، كله تمام كله تمام اوكي، ده احسن تبرير للموضوع. شوف في حاجه بجد لما تفكر فيها دايما، يعني القاعده الجماهيريه بتاعه تاكتات هي بتتقسم للاثنين دول، الناس اللي بتحب ساساكيو 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 شينزو ساساكيو، احنا بندافع عن ارضنا واو بالضبط، وايه وايوه الناس اللي بره دول اللي عملوا حاجات، بس في ايه يعني للكوين ليها وشين، كل حاجه ليها وشين، ودايما الحلو ووحش على حسب وجهه النظر وبتاع والكلام ده تمام. والناس بقى اللي بتحب رامبلينج، فاهمني؟ الناس اللي بتحب مايور اللي هو اتس ادوب سونج حلوه وكل حاجه، بس بجد احسن من ساساكي، وما ظنش ديهم هم نفس الناس اللي يقول لك ايرن ديد ناثينج رونج، فاهمني؟ ايرن عنده كل الحق يعمل اللي هو امور طيبه. بالضبط. هو ده. جاد. فبس في حاجه يعني ممكن نشوفها بمنظور مختلف، انه في النهايه يعني احنا لما ننتقد ايرن، لما ننتقد تصرفات ايرن، في ناس ياخذوها بفكره انه انت جالس تنتقد اتاكون تايتن. لا. لا انا احب اتاكون تايتن. شو. أيوة انا احب كده. انا بالعكس انا يعني فكره صناعه الدكتاتور هذه كتابه رائعه جدا ومبرره في سياق القصه، اتس فاين، اتفق معاه اختلف معاه، هذا ما له علاقه بحكمي على الانمي. انا ممكن اعطي الانمي 10 من 10 وانا مش متفق مع ايرن، ممكن انا متفق مع خطه زيك تبع انهاء النسل عادي، بس ما له علاقه اني. فالناس ماخذين لما يشوفوك تنتقد ايرن وتنتقد الدك، ايوه انت ما تحب تاكون تايتن، وفي ميمز كثير انتشرت الناس بيدعموا ايرن وفي ناس ما بيدعموا ايرن والمضاربات اللي بينهم. فالسوداويه يعني الكآبة الموجودة في قصة أتاكون تايتن، بالعكس أنا أشوف أني قاعد استمتع بكل كبيرة وصغيرة، يعني حتى الدك لما صار من. سواء أنا رافضه الرحلة بتاعت إيرن مان، الرحلة من الولد الهيلبلس اللي متنيل على عينه اللي ما بيعرفش يعمل أي حاجة، اللي في أول آرك أو في الآرك بتاع الفيميل تايتن يعني مش عارف حتى يتحول عشان يتضرب تمام. بالزبط. ده بيدمر العالم، يعني مش بيدمر مارلي ولا بيدمر اللي حواليه ولا بيدمر التايتنز التانيين، لا بيدمر العالم. فاللي هو انت مشيت من مرحلة اللي انت بتشجعه، يلا يا ايرن تقدر تعملها، يلا تحول دلوقتي الى يا ايرن ارجوك وقف، ارجوك بطل، بليز دود
انا فاهم اتس جريت رايتنج والله الانمي خرافي الانمي خرافي من كل النواحي دي بس برضه انا لا اتفق مع ارن فاهمني ايه كل جزء كبير ترى من الناس نفس الجزئيه انت تابعت المانجا ولا لا لا انا لحد النقطه اللي وصلوا ليها حتى الان فعشان انا جت عليا وقت حرقت على نفسي سنه حلقت على نفس السنة بس لا لحد دلوقتي بعد ما نزل السبيشال الفيلم ده اللي هو ساعة انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل بعدها حلو حلو انت نفس بس الشيء بس عارف نفس عارف الشيء. ان في عارف ان في جدل ده اللي انا اعرفه عارف ان في جدل بس حاولت اغمض عيني على قد ما اقدر عشان لا لا نفس الشيء انا للأمانة ما اعرف شيء عن النهاية بس في جزئية يعني وصلتني غصبا عني تعرف من كثر ما هي مثيرة للجدل وصلتني اللي هو النهاية انقسم الناس فيها بشكل واضح لا لا ده اللي انا عارف ناس قال لك سيئة جدا سيئة وهدمت كل شيء جميل بناه إسياما وناس قال لك لا النهاية عظيمة وبالعكس متماشية مع سياق القصة وتطور البطل وأيا كان هل تشوف من وجهة نظرك انه بالفعل إسياما حط لنفسه تحدي ابن 66 تحدي كيف ينهي قصة بذات تعقيد دي السوداوية انا شايف ان اي تحدي لكاتب شاطر هو الشيء اللي مبنية عليه الكتابة عامة الكتابة للقصص الكبيرة اللي زي كده هي بتكون عبارة عن ايه عبارة عن الكاتب يحط نفسه جوه مأزق والشطارة بتاعت الكاتب تبان امتى في ازاي هو هيعرف يخرج نفسه من المأزق يا سلام لو عرف يخرج نفسه من المأزق اللي هو حط نفسه فيه في البداية he's a good writer لان والحوار ده ينطبق على اي عمل درامي في العالم سواء كان فيلم مسلسل هتشوف الموضوع ده مثلا مع بريكنج باد نفس الموضوع كل شويه مع كل حلقه هتلاقي ان الشخصيات بيتحطوا في مأزق تشوف الذكاء منين ازاي هم بيطلعوا من المأزق كيف بيطلع وكيف تقنعني بكتابتك لخروجه ايوه بالظبط ان الموضوع يكون منطقي تمام في الرحله بتاعه تاكن تايتن مع كل حلقه بالكليف هانجر بتاع كل حلقه بتوبي كونتينيو اللي بتكتب في كل حلقه كل حلقه في تاكن تايتن كانت بتخلص وانت كتبت الشخصيات كلهم جوه مأزق من ساعه اول كام حلقه لما مره واحده نكتشف ان ايرن طلع من ظهر الاتاك تايتن ده اكبر مأزق إسياما حط نفسه فيه اللي هو مره واحده الولد اللي كان هيموت ويقتل التايتنز بعديها بحلقتين نكتشف ان هو بقى تايتن ما اصدق ابن لازين هتطلع نفسك من هنا ازاي بس عارف يطلع نفسه عارف يطلع نفسه باللور بتاع التايتنز بالتايتنز جم منين بالفاوندر يمير باب حاجات كتيرة اتعملت وفي مأزق تاني خرافي كان اتعمل في عالم اتاك اون تايتن هو المأزق بتاع على اي اساس زيك وإيرن يتعاملوا مع بعض ايه المازق ابن زيك ده اللي احنا عدنا نكره فيه تعب موسمين على اي اساس هتجستفاي الموضوع بس عرف يطلع نفسه من المازق فاهمني وبطريقه جدا الفكره بقى دلوقتي منطقيه بالظبط ان هو يونيتيزيشن تمام التوقيف النسل وبتاع والكلام ده حلو المازق بقى اللي احنا فيه دلوقتي ايرن هيدغدغ الارض كلها تمام وايرن هو مش هيدغدغ هو بيدغدغ الارض كلها هو ايرن تقريبا دغدغ 3 ارباع الارض كلها في مأزق ابن لزينة دلوقتي فاهمني فانا هموت واعرف هيطلع نفسه منها ازاي ما شيء مرعب شيء مخيف من ناحية ان هو اثبت نفسه طول الانمي هو صراحة اثبت نفسه طول الانمي كل مأزق حط نفسه فيه وحط الشخصيات فيه عرف يطلع الشخصيات منها اكبر مأزق هو ده هيطلع نفسه ازاي الله اعلم وانا بصراحه مش خلق ان انا استنى فيلمين تانيين اللي هو خلاص باقي حلقه العيب الوحيد بالنسبه لي العيب الوحيد بالنسبه لي في اتاك اون تايتن ان هو لسه ما خلصش ده اكتر حاجه انا كارهها في اتاك اون تايتن ان هو لسه ما خلصش مع انه كان مفروض منتهي من زمان يعني العلمه وانا نفسي ان هو ما يخلصش بحوار حلقه سبيشال مدتها ساعه خلاص هو بينتهي بحلقه مدتها ساعه للاسف يعني انا عايزه ينتهي يا معلم 6 حلقات بنفس الستايل الكلاسيكي بتاع تاكن تايتن اللي هو ايه كل حلقه تقفل بتوبي كونتينيو تفش في اللي بعدها للاسف للاسف الفيلم الحلقه الاخيره هتنزل اتوقع نفس النظام 3 حلقات في حلقه واحده اتوقع واللي يظهر ان التيزر اللي منزلينه ده ولا استفدنا منه اي حاجه ولا شفته ولا ابغى اشوفه يعني ولا شفته ولا ابغى اشوفه يعني تاكن تايتن من الاشياء اللي كنت تهرب من مشاهده التريلرات تبعها احس انه كده حلاوه التجربه انك تعيشها كده من دون ما تعرف اي شيء جميل كده سولفنا عن باربي عن هنتر عن ون بيس وعن اتاكن تايتن خلينا نخش بقى على اسئله على الماشي
جميل. نخش على أسئلة الماشي. أنا دائما عندي ضيوفي اللي بستضيفهم لأول مرة على الماشي في ستاندر كذا، في عندي بنك أسئلة جاهز بعيد أسئلته، سألتها الماهر، سألتها المهدي، وبسألها لك، وسألتها الشباب ثانيين نذكرهم بالخير، ركان الشائع ناصر ومحمد أودن، وجاء الدور عليك اليوم كله، وجاء الدور عليك يا وحش. أسئلة بسيطة لطيفة خفيفة ظريفة، بس إيش يعني نشوف كذا سرعة استجابتك لها وإيش النتائج اللي بتطلع منك فيها. أنت ما تابعت أي حلقة صح؟ نو. يس الحمد لله كويس، يعني ما فيش حرق، يعني ما في أي سؤال بتتوقع. السؤال الأول قليلا منك بس عشان إيه الحاجات الطويلة دي مش عارف يا عمي، كلنا ترى طبيعي شايف فيديوهات حصاد حصاد الشهر ما أدري إيش بيسموها ماهر ومهدي ولا عمري تابعت ولا فيديو يا عمي تابعوا ولا عندنا شغل، عندي بثوث، عندي ستريم، عندي تصوير، ما في وقت. أنا عايز أقولك الحلقات اللي أنا بطلع فيها برضو ولا بقرب منها ولا بعرف منها أي حاجة، فاهمني اللي هو صح أنا عملت الموضوع ده من فترة فاهمني. يا نفس الشيء هتمي. حلو، السؤال الأول يقول لك لو قدرت ترجع لسنة معينة علشان تتابع فيلم في السينما وقت نزوله، فاهم علي؟ إيش راح يكون الفيلم وإيش راح تكون السنة؟ فاهم السؤال أنت؟ 1985. أيوه أنت قريب من future. أوكي إجابة مهدي كانت إيش اسم السلسلة ذيك؟ السلسلة ذيك برضو اللي فيها كده ديستوبيا، 86 كانت بليد رانر. بليد رانر اوكي هذا كان ريدلي سكوت. يس ريدلي سكوت صح. يس انت حتروح مع باك تو ذا فيوتشر. انا مع روبرت زماكس. روبرت زماكس باك تو ذا فيوتشر 85. يا الله انا يا اخي الى يومك هذا لما اتابع باك ذا فيوتشر احسه سابق عصره بشكل عجيب مش طبيعي. مش طبيعي مان، فيلم كان كل المتغيرات اللي موجودة قدام الفيلم ده المفروض تخلي الفيلم ده ما يشتغلش، ما ينفعش، المفروض يفشل فشل مش طبيعي، بس حصل. انت متخيل ان هم صوروا 70% من الفيلم ده مع ممثل غير مايكل جي فوكس اصلا؟ 70% من الفيلم ده تصور بعد كده في الاخر راح لك ايه روبرت زيمكس وربنا ما عجبني الممثل ده يا شيخ. هات مايكل، انا عايز مايكل جي فوكس. والله اول مره بعرف المعلومه دي. ايوه It's an amazing Hollywood story. القصة في عمل فيلم Back to the Future جامدة زي ما الفيلم بتاع Back to the Future جامد. انت متخيل فيلم كلاسيكي، يعني فيلم متفق عليه من تقريبا 3/4 صناع الأفلام الموجودين في هوليوود ان هو the perfect film. اصلا في صناعته كان في مشاكل انتاجية بنت لزينة. هما روبرت زيمكس في البداية تمام كان عايز مايكل جي فوكس يعمل دور مارتي ميكفلاي. أوكي. كان عايزه، بس في الوقت ده مايكل جي فوكس كان هو الواد بتاع هوليوود، كان في كل حتة، كان عنده سيت كوم هنا مطلوب. كان عنده مسلسل هنا، كان عنده في كل حتة، بس أصلا مايكل جي فوكس كان عايز يعمل الفيلم بس ما فيش وقت، فراح يقول له وستيفن سبيلبرغ بينتج الفيلم ده، ففي أسامي كتيرة في موضوع مغري. أيوه راح الاستوديو راح يقول لك لا حط لنا الولد ده اللي هو الممثل اللي كان بيعمل دور مارتي ميكفلاي بس انا ناسي اسمه، حط لنا ده ممثل واعد وبتاعه كده. فروبرت زيمكس عشان يسلك الاستوديو حاضر تمام هصور الفيلم، يصور معاه شهر شهرين والممثل واخد الدور جد، وهو فيلم كوميدي بس هو واخد دور مارتي ميكفلاي دور جدي وفاكر ان هو بيصور دراما، واللي هو في المشاهد اللي هو بيقابل ابوه من الماضي واخد الموضوع بجد وبابا مش عارف مين. روبرت زيمكس يا عمي مش ده الفيلم اللي احنا بنعمله، انت فاهم الموضوع غلط. روبرت زيمكس عمل لك ايه؟ روبرت زيمكس واخد الفلوس من الاستوديو قال لك طب ماشي، قعد يهمش الممثل الليد وقعد يصور كتير من المشاهد اللي مارتي ميكفلاي مش فيها اساسا. حلو الكلام. يصور من المشاهد يصور المشاهد وعمال يهمش في الممثل اللي هم جايبينه له تمام، لحد لما الممثل هو كمان يعني جاب اخره وقال لك يا عم انا مش عايز كمان البرودكشن دي ولا عايز اي حاجه. روبرت زيمكس راح للاستوديو هاتولي مايكل جي فوكس. يا سلام. ريشوتس يا معلم، ريشوتس وكتير من المشاهد اللي موجوده في الفيلم النهائي في الفاينل برودكت اللي انت اللي يعتبر كانت اوريدي تيكن وخلصت، كانت اوريدي متصوره ومايكل جي فوكس ما كانش في البرودكشن اساسا. اوكي اصلا فهمني، بس جابوا مايكل جي فوكس وعملوا الفيلم، والفيلم از اولموست بيرفكت من ناحيه القصه اللي بتتحكي، من ناحيه اداء الممثلين، من ال 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 الكوميديا اللي الكوميديا اللي الكوميديا رهيبه، الكوميديا اللي رهيبة. موجوده في الفيلم ذا ساوند تراك ذا باور اوف لاف وهي بتشتغل مان،
الفيلم خرافي. واجمد حاجه في فيلم باك تو ذا فيوتشر ان روبرت زيماكيس وهو بيعمله ما كانش حاطط في دماغه ان هو هيعمل جزء تاني وثالث، لا هو كان عايز يعمل الفيلم ده مقفول على بعضه، واتقفل الفيلم ده بالنسبه لي واحده من اجمد النهايات في هوليوود، والدلوريان بتطلع وبتطير وخلاص وبتنط قدام الكاميرا. يا بيرفكت 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 موفي، بيرفكت بيجينينج ميدل اند اند، ستوري كابتيفيتنج، ستوري تشدك فيها ضحك، قصة عائلية تستمتع بيها مع العيلة كلها، من كل النواحي فيلم خرافي ما خرافي. وغير كده انت لما تتكلم عن فيلم بيتكلم عن السفر عبر الزمن والمفارقات اللي بتصير عبر في السفر عبر الزمن، كيف قدروا في ذيك السنوات، يعني ما كان في افلام كثيرة سفر عبر الزمن، كيف قدروا يتعاملوا مع الموضوع بالنتيجة المثالية هذه. افلام السفر عبر الزمن صعب النهاردة، لحد النهارده بياخدوا ريفرنس من yeah, يعني باك تو فيوتشر هو الجولد ستاندرد والنوع ده من القصص بالضبط، فاهمني؟ على طول يسحبوا منه ريفرنس يا جميل، عشان هو حقن جوه دماغ الناس فكره ان انت لو هتعمل قصه ليها دعوه بسفر بالزمن ده هو الستاندرد، ده هو الجولد ستاندرد، هنا الكونسبت موجود من القصص ابدا استفيد منه. جميل، فانت بترجع لذيك السنه علشان تعيش لحظه نزول الشيء العظيم هذا وكيف ردت فعل الناس عليه وكيف بتكون حاجه خرافيه وقتها فعلا. جميل والله، إجابة رائعة يا محمود، إجابة رائعة واختيار موفق. طيب السؤال اللي بعده يقول لك هذا السؤال هذا بنشوف فيه حنكتك، فيلم الفيلم يعني بغض النظر فيلم عظيم فيلم سيء فيلم أيا كان، ودك كده تمسك البطل تبع الفيلم تشيله وتحط بطل ثاني مكانه لأنك تحس إنه البطل الثاني ذا حيقدم الدور بشكل أفضل، ذكرا كان أو أنثى. قصدك الممثل ولا كاركتر؟ اجيب كاركتر من فيلم تاني احطها في الفيلم ده؟ لا لا لا، مثلا على سبيل المثال فيلم The Wolf of Wall Street، جميل، ليوناردو كابريو لايق عليه الدور 100%، بس نفترض انك انت تشوف ليوناردو كابريو احا تشيله وتحط بداله مثلا روبرت داوني جونيور مثلا. ماشي فهمت، خلاص فهمت. اوكي مان استنى، انا ممكن اغش على فكره، ممكن ابص في الايوه بتاع اللي ورايا دي. شفت فيلم ذا فلاش اللي لسه نازل؟ ايوه هشيل إزرا ميلر تمام بره تمام، واجيب جاستن اللي كان بيعمل دور فلاش في المسلسل. اوكي تمام، لان هو من حقه لو كان في فيلم فلاش هيتعمل يتصرف عليه 300 مليون، this guy deserves it، ده الواحد اللي يستحقها، لان هو الراجل بيعمل فلاش بقاله 10 سنين اكثر. أوكي؟ هو عارف يعني ايه فلاش، اظن اكثر من 10 صح. بيعمل فلاش بقاله 10 سنين، ادوله فيلمه مان، ادوله الفيلم بتاعه. بس هل المشكله في إزرا ميلر ولا في كتابه ذا فلاش؟ انا اظن اصل بص، واحد زي جراند جاستن ده صراحه من القصص اللي كان بيسمعها، وانا كنت واحد من الناس على فكره اللي لما مسلسل ذا فلاش ده طلع في البدايه ايام بقى الارو فيرس وبتاع والكلام ده والهايب اللي كان عليه، انا كنت بحبه صراحه، كنت بحبه، كنت ساعات كنت في الجامعه اياميها كنت اخلص محاضره من هنا اروح على المكان اللي فيه الكمبيوترات في الجامعه افتح ارو واقعد اتفرج عليه. الله. فاهمني يعني كان جو الارو فيرس ده، كان جو وجرانت جاستن كان بيحب الشخصيه بتاعت فلاش، فاظن ان هو لو كان في بروجكت زي ذا فلاش ده المصروف عليه ملايين الملايين اكيد كان هيحط ايده جوه البرودكشن وكان هيخلي باله من الحاجه اللي هم بيحكوها، زي ما كان بيخلي باله في القصص اللي بتتحكي، هو فاهم الشخصيه وعارف يعني ايه قصص فلاش وعارف يعني ايه فلاش بوينت بارادوكس وبتاع والكلام ده اللي هي اوريدي اتعملت في المسلسل في السيزونات الاولانيه اللي ما كانتش وحشه للدرجات دي. يس يس فاهمني، اللي لا اكشلي كانت حلوه، اللي اكشلي كانت ممكن تطلع منك ايموشنز مش طبيعيه، فاهمني؟ فمش عارف، انا بس بصيت من ورا كده فافتكرت فيلم ده فلاش على طول، ده فلاش اللي حصل ده حلو قوي، ادوا جراند جاستن الحق بتاعه. جميل جميل جميل. السؤال اللي بعده يا ليتس جو. طيب السؤال اللي بعده يا محمود يقول لك عمل اعجبت فيه لدرجة انك كل، خليني ابسط لك الموضوع، صياغة السؤال هنا سيئة. الان لما يجيك واحد مش فاهم في الافلام، ما بيتابع افلام كثير، وتبغاه يدخل لعالم الافلام من مكان كويس، او على الاقل عندك كذا عمل في مخك دائما بيسوي بوباب كذا بمجرد Inception. فهمتك. انسبشن دون يا محمود، ابغى فيلم جامد، انا ما انا شخص ما افهم بالافلام. انسبشن على طول
انسبشن. هل تحس انه فعلا كذا فيلم بذا الثقل ممكن يعطي الواحد تصور عن عالم الافلام بشكل كويس، ولا ممكن يلحس له مخه ويوجع له راسه ويمشي؟ هو صراحه يعني انا اتوقع ان اي شخص فوق سن ال 16 مش هيكون عنده مشكله ان هو يفهم الجمدان بتاع فيلم انسبشن. تمام، لان الفكره بتاعت فيلم انسبشن لو ركزت فيها في الكور بتاعها، في الجوهر بتاعها، هي بسيطه وكل الناس تقدر تتعلق بيها، فاهمني؟ اللي هو حلم جوه حلم وجوه حلم، واو جوه حلم، اوكي كول كول. تمام. والحاجه بتاعت كريستوفر نولان، يعني كريستوفر نولان في كتير من الافلام بتاعته بيكون فيها اكسبوزيشن، اوقات بتحس ان هو ايه يعني بيستقبل مشاهدين شويه زياده على اللزوم في بعض من الافلام. وعلى فكره انسبشن واحد منهم، بس كان كويس في انسبشن في الحته دي، من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان هو كان فيه مشاهد كتيره للشرح وللفرش وللسيت اب، بس ده كويس لان ده ساعد ان احنا نفهم القصه. فعلشان كده هو فيلم مناسب جدا علشان تفهم الكونسبت الصعب اللي فيه، اللي هو كونسبت ان بص احنا عايزين نعمل عمليه سطو، بس هي عمليه سطو فكره، زرع. احنا اللي هنعمله زراعه فكره، زرع فكره. تمام، احنا هن هن هنرمي فكره في دماغ حد عن طريق الاحلام، بس الموضوع جامد، فاهمني؟ بس الموضوع جامد. That's it. ولما تفكر فيها، يعني انا الحين وانا وانت قاعد تتكلم، لما تفكر فيها انسبشن بيعطيك تقريبا جوانب عديده في آن واحد، بيعطيك خيال علمي بالزبط. بيعطيك دراما، بيعطيك اكشن، بيعطيك سطو وشغل وسباي جميل. والله فكرت فيها بجد، ما انت واحد شوي. داخل جوه عالم الافلام، واحد داخل جوه عالم الافلام، فكره معقده بس معموله بشكل جامد. يس. فده يعرفك لو اقولها بطريقه تانية، ان فيلم انسبشن يعرفك صناعه الافلام او عامه السينما، يعرفك السينما تقدر على ايه، او ايه اللي السينما تقدر تعمله. يس. ان حد يكون عنده الفكره دي يقدر يوصلها لك بصريا بالشكل ده. يس يس. واحد من اصحابي قبل كم يوم كنا بنسولف معاه عن فيلم اوبنهايمر. لعلمك فيلم اوبنهايمر شفته 3 مرات في السينما. واو. وهذه nice. هذه ما سبق وحصلت في حياتي كلها. انا انسان اكره السينما ترى. اوكي. انا انسان بيتوتي، انا انسان عندي ADHD شديد جدا، فبكره الزحمه، بكره احب اشوف كل شيء كذا بهداوه بمزاج. ومع ذلك شفته 3 مرات. فكنا بنسولف انا وياه عن فيلم اوبنهايمر وزي كذا، فيقول لي تدري انا ليش اكره ليش اكره كريستوفر نولان؟ هو بيحب افلام كريستوفر نولان بس ما بيحبها من جانب ثاني. يقول لي كميه التعقيد اللي جالس يمارسها كريستوفر نولان في افلامه، هل هو ذكاء منه ولا غباء مننا؟ يعني التعقيد اللي صاير في افلام كريستوفر نولان، هل من وجهه نظره هذا مستوى طبيعي للتعقيد؟ لانه تو ماتش. يعني فيلم بيتكلم عن سيره ذاتيه، فيلم بيتكلم عن قصه اوبنهايمر، الشخص اللي اخترع القنبله الذريه او اشرف على صناعه القنبله الذريه، وكان مدير شو اسمه المنطقه، مانهاتن بروجكت، لوس ألموس. Yeah. لوس ألموس. ليش 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 التعقيد؟ ليش تايم لاين؟ ليش اسود وابيض؟ ليش ما تسرد لي القصه بشكل ابسط انا اشوفها؟ قلت له انا بالنسبه لي التعقيد احلى شيء قاعد يقدمه نولان. فانت ما عندك مشكله في التعقيد مع اللي يقدمه نولان النهائي؟ لا 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 خالص. اختبار الذكاء مارك بتاعته هي yeah. دي البصمه بتاعته، لان نفس الستايل ده موجود في كل الافلام بتاعته. حتى لو نروح لافلام الكوميك بوك اللي عملها برضو، كان في لعبه بالزمن. yes. ده هي التريد مارك بتاعته. yes. يعني هتروح لسكورسيزي، تمام، في فويس اوفر هيشتغل في وقت من الاوقات، البطل في الاخر هيدمر نفسه بنفسه، في بصمات كده. yes. yes. ترنتينو هتشوف رجلين في وقت ما، والكثير خرافي. والكثير من الدماء والعنف الشديد جدا. بالظبط. yeah. البصمه بتاعت نولان هي في الحته دي، في الحته ان لازم الزمن هيتلعب بيه بشكل او باخر، هيدخل جوه بعضه. ستايل الايديتنج كذا حدث بيحصل في نفس الوقت وعمالين نقطع ما بينهم، خرافي. جميل جميل. وده يخليك على فكره ترجع تتفرج على فيلم زي دانكيرك، تمام، تقدره بشكل مختلف، لان انا شايف ان الستايل النولاني ده كان واضح اكتر في فيلم زي دانكيرك، بس علشان القصه بتاعه دانكيرك الناس ما اتعلقتش بيها قوي. فيلم دانكيرك صراحه ايه، نزل من تحت العيون كده، ما الناس ما رجعتش تزوره كتير، عشان كان في هايب اكتر بقى على انترستيلر وانسبشن والكلام ده. بس لو فكرت فيها هتلاقي من اكتر الافلام النولانيه من ناحيه الايديتنج، الحته دي اللي انا بتكلم عليها،
هي موجودة في فيلم دانكرك. جميل جميل جدا. السؤال اللي بعده يا محمود. اديني. أنا لما سألت السؤال هذا الماهر قال لي يا الأسئلة هذه كنا نسألها زمان في الابتدائي، ولكن أنا حطرح السؤال طرحته عليهم كلهم حينطرح عليك. السؤال يقول لك أنت في جزيرة لحالك ولمدة سنة كاملة، أنت محاصر في ذي الجزيرة ما راح تخرج إلا بعد سنة، خلينا نقول أنك أنت مسجون في الجزيرة دي، وقالوا لك اختار سلسلة أفلام أو مسلسل واحد أو فيلم واحد، أنمي واحد، كتاب واحد، قصة واحدة تعيش معاها طول السنة دي، تقعد تعيد وتزيد فيها. هنتر ما تكملش هنتر بس خلاص ضن سهل جدا. سهل جدا. حتاخذ الانمي ولا المانجا بحكم ان القصة كاملة يعني جزء منها هناك؟ لا هاخذ المانجا. المانجا؟ وتتحمل عبء اعادة القراءة ذي كلها؟ اتوقع بتصير محنك في هنتر اكثر من اللازم. انا اوريدي قريت المانجا مان. لا انا اقصد انك تعيد قراءتها بالتفاصيل بالزحمه بالجريده ذيك تبع توغاشي. يلا يلا بينا ليتس جو وان يير. يلا سهل. ايزي وورك ايزي وورك ايزي وورك ما تتهزر كمان. انا دلوقتي على فكره انا في الفوليوم رقم 3 من المانجا في الري ريد بتاعي. اوكي اتس اميزنج اتس كمان مان اتس كمان. مفيش مكان. انا مش جالس اعارضك بس انا جالس اطرح لك يعني الاشياء اللي ممكن تواجهك خلال السنه دي. انت تبي تضحك ما تبغى تضحك بروحه. ما تبغى تضحك ما تبغى تتسلى ما تبغى تجمع أضحك. ما ارى هنتر ما انا ممكن ارى هنتر عشان اضحك مان في ايه. حلو حلو أوكي. انا بقول لك مفيش مكان بروحه بيبيع مانجا اصليه الا ولازم ادور على هنتر، ولو لقيت فيه فوليوم مش موجود عندي على طول ما بفكرش مرتين. انا شايف لك بوست في انستغرام كذا وانت في المكتبه. ايوه اكزاكتلي دود ده السيناريو اللي انا بقول لك عليه. ده السيناريو اللي بقول لك عليه اللي هو رحت هناك كان في فيرجن ميجا ستور اللي هو خلينا نشوف سكشن المانجا، لقيت هانتر كان هو كوبي واحده بس اللي متبقيه تمام في الفوليوم رقم هات مش هفكر فاهمني. حلو حلو قوي حلو. السؤال اللي بعده يقول لك لو جاتك الفرصه انك تعيش داخل مسلسل او فيلم بكل تفاصيله، مش بالضرورة تكون انت البطل، بيئة المسلسل، بيئة الفيلم، بيئة المانجا، بيئة الانمي، بيئة العمل ذا جذبتك جدا سحرتك لدرجة انه ودك تعيش داخلها، تعيش تجربة كذا معينة فيها. عشان ابسط لك الاجابة وتفهم اكثر يعني اجابة ماهر كانت الاجابة اللي قال انا ابغى اعيش في الفترة الزمنية اللي تم تصوير او تم سرد قصة ماد من داخلها اللي هي فترة الستينات، ملابس الناس كيف كانت، السيارات، الشوارع، الأكل، الشرب، البيئة ذيك جذبته فحاب يعيش داخلها. على سبيل المثال أنا إجابتي كانت فيلم ميد نايت إن باريس لو بتفتكره. إجواء باريس مع سفر عبر الزمن، الأمطار، الأجواء اللطيفة ذيك، مع أنه باريس طلعت بعدين كلها فيران وكلام فاضي مش نفس الأفلام. بيئة الفيلم بالتحديد اللي قدمها الفيلم دي، الفايب عامة اللي أنا أخذته yes. من الفيلم yes. لا تقول لي هنتر لأنك حتموت في هنتر على طول في اختبار الصيادين. أيوة أنا بالظبط. لا أغير لك أغير لك صراحة ممكن تكون إجابة تقليدية تمام، بس صراحة لازم أعترف أن دي أول حاجة جات في دماغي لما أنت قلت تعالى معي صراحة. أنا أبغى الإجابة اللي طلعت في بالك دي. أنا صراحة عايز أروح أقعد في هوغورتس مان. اوه حلو. طيب إجابة جميلة بالعكس. I know بس اللي هو في حسيت ان انا ايه ممكن لا في إجابة اكزوتيك تطلع اكتر، بس صراحة دي اول حاجة جت في دماغي. بالعكس عالم هاري بوتر جميل اللي تربيت مع عالم هاري بوتر فيلمه فاهمني. فصراحة اول حاجة جت في دماغي كعالم عايز اروح ازوره، لا انا عايز اقعد في هوكورد صراحة. انا لي صديقي محمود يعشق عالم هاري بوتر من يوم كان صغير، لدرجة أنه كان بيقرأ الكتب مترجمة وفيها رسوم توضيحية لشكل هاري بوتر، ويقول أنا في فترة من الزمن كنت مقتنع أنه عالم هاري بوتر موجود. يقول كذا يعني كان صغير، يقول كنت مقتنع أنه عالم هاري بوتر موجود وكنت أتخيل أني كيف بوصل له ومشتري العباية ومشتري عصا سحرية ومش عارف اللي بالعكس عالم جميل والله عالم هاري بوتر، بغض النظر يعني عن السوداوية والشر اللي فيه. أنا فاكر والله العظيم لما أنا كنت صغير كان لسه أنا كتاب اللي لسه نازل The Half Blood Prince تمام، وكان ساعتها كنت أنا نازل أجازة في مصر،
وكان النت بطيء بشكل مش انت بتخيل. النت كان سرعته 32 كيلو يا لطيف، كيلو بايت، حاجه مش طبيعيه. فانا فاكر ان انا نزلت الفيلم من على النت، من مش الفيلم قصدي، نزلت الكتاب، كان لسه الكتاب بتاع هاف بلاد برنس نازل. نزلت نسخه مقرصنه من للكتاب تمام على اللابتوب، وقعد تقريبا بتاع 4-5 ساعات يحمل كتاب. اوكي 4-5 ساعات بحمل كتاب ماشي على النت، وقعدت اقرا فيه مان. للدرجه دي انا كنت متعلق بالعالم بتاع هاري بوتر وهوجورس والكلام. وصراحه فمنطقي ان هو كان من اول الحاجات اللي جت في دماغي، فاهمني؟ شوف عالم هاري بوتر يعني قد ما انه فيه كذا جانب مظلم وسوداوي واجريسيف، في جانب جميل، عارف السحر، تعلم السحر والتعويذات والطيران بالمكنسه كذا، في شيء جذاب فعلا ودك ترى. حتى ملابسهم جميله، مدارسهم جميله، علاقه الشخصيات ببعضها. اجابه موفقه والله يا محمود. ثانك يو مان. السؤال السادس هذا كان شكل، انا كنت اشوفه بشكل، بس بعد الفيديو اللي صورته مع مهدي صار اصيغه لك بشكل مختلف، لانه هو فهمه بشكل افضل من الطريقه اللي انا صغتها فيه. اوكي. لو جاتك القدره انك تمحي من ذاكرتك مسلسل او فيلم او انمي وترجع تتابعه من جديد، لحظه، انا لما طرحت السؤال ده محمود مهدي قال لي ايش الفرق بين هذا السؤال وبين ايش افضل فيلم عندك؟ وتشز حاجه كويسه، بس قلت له لا، تجربه اعاده الفيلم، التجربه اللي عشتها وقت متابعتك لهذا الفيلم هذا المسلسل كانت مميزه جدا في فتره معينه، بحيث تبغى تعيش التجربه من جديد، مش بالضروره يكون الفيلم هذا اعظم فيلم، اعظم مسلسل، افضل انمي. فهمت السؤال؟ صحيح. يس برضه انا هكون صريح معك واقول لك اول اجابه جت في دماغي، وهتكون اجابه غريبه جدا. يس تن كلوفر فيلد لين. تن كلوفر فيلد هذا مسلسل؟ لا ده فيلم تبع السلسله بتاعه كلوفر فيلد اللي هي سلسله ابو كلب، مش حلوه. ما انا قلت ممكن تمام. حسيت انه كذا في مسلسل يشبه الاسم ذا كلوفر شيء، هو في عملوا منه مسلسل سبيل. اوكي بس بجد دي اول حاجه جت في دماغي. أيوة. علشان الطريقه اللي انت صغت بيها السؤال، عشان التجربه بتاعتها وقتها. ايوه هو ده، لان انا فاكر الوقت، فاكر السيتنج بتاعت الحدث ده في قصه حياتي، انا فاكر اللي حصل. هو بيسكلي خلينا ارمي لك السيتنج. حلو الكلام. السيتنج ابو اسماعيل في الجامعه تمام. ابو اسماعيل في الجامعه بعد ما اخذ التخصص، ومره واحده بقى في بعض من الشكوك جوه قلبه، مش عارف هل هو عمل التخصص الصح ولا لا، ولسه بادئ في حوار اليوتيوب، مش عارف حوار اليوتيوب ده صح ولا لا، مش عارف فكره الاستقلال وان انت تكون وان مان شو وتعمل حاجات لوحدك وبتاع ده، هو ده الصح ولا لا. تمام. فيخرج لوحده، فقوم رايح، ما في في افلام موجوده في السينما بس اتفرجت عليهم كلهم، بس في الفيلم ده انا فاكر كلور فيلد، كان في فيلم كلور فيلد جي جي ابرامز كان عامله من كام سنه، مش عارف مين، تقريبا شفته قبل كده. طب خلينا نشوف ده تمام ولا هو مش نفسه ولا مش تمام، ما علينا، هات لي تذكره الفيلم ده، ادخل اتفرج على الفيلم، ما فيش غيري في السينما، انا بحب لما الحوار ده يحصل. يا سلام. تمام. اجمد حاجه على فكره، كنت في السينما النهارده ولسه حاصل نفس الموضوع ده بيحصل معايا كتير، انا بعشقه. تمام. قاعد لوحدي في السينما والفيلم يشتغل. فيلم تن كلوفرفيلد لين كان ديبيو، كان لاخراج مخرج اول فيلم ليه يخرجه. حلو الكلام. وهو فيلم جزء من سلسله افلام كلوفرفيلد، هو احسن واحد منهم. الفيلم السيتنج بتاعه في بيت واحد، الابطال بتوع الفيلم 3 اشخاص. اوكي. خرافي من ناحيه اداء الممثلين. في ممثل اللي هو كان الليد الاساسي حاجه جودمان اسمه، شفت ذا بيج لباوسكي؟ يس. الراجل اللي بيمسك الدود يس الراجل الثاني اللي عند البولينج الميم. ايوه بالظبط. أيوه. تمام. ذيس جاي هو الليد في الفيلم، والبطله في الفيلم اللي هي كانت في سكوت بيلجرام فيرسس ذا وورلد، برضه ناسي اسمها، اليزابيث حاجه اسلم. تمام. هم دول اللي ماسكين الفيلم، واحد وش جديد، ممثل وش جديد، بس الثلاثه، بس هم الثلاثه دول. فيلم يعني المعنى الحقيقي الفيلم مستقل، فيلم بجد مش مصروف عليه نهائي، وانت داخل وما عندكش الخلفيه ولا عارف اللور ورا السلسله دي، وانا قاعد بتفرج مان راح مولع الشراره مره تانية جواه كده،
لا الميديم ده يطلع منه حاجات تقيلة، حاجات كتيرة بموارد قليلة. اوكي فهمني؟ اوكي. والنهاية بتاعت الفيلم كانت برضو انا ما كنتش متوقعها وما كنتش فاهمه، لان طول الفيلم كان فيه شعور الغرابة الايري، اللي هو ايه اللي بيحصل، ايه بالظبط اللي بيحصل، وازاي ابن الذين المخرج عرف يحط جوايا الشعور ده واحنا موجودين في بيت. بس الفيلم كامل كامل متصور في غرفة وصالة مع ثلاث ممثلين. اوكي. تحت ست. والخطر البعبع الشيء الرعب احنا اصلا ما نعرفش اذا كان حقيقي ولا مش حقيقي اصلا. دود اتس ان اوسم موفي، اتس ان اوسم موفي ومش واخد حقه صراحة، فاهمني؟ وبجد ارتباط الفيلم ده بسلسلة افلام كلوفر فيلد ظلمه، بجد ظلمه بشكل مش طبيعي. اوكي 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 انترستينج. انا اسف على اسمه ايه ده، بالعكس الفتحه اللي فتحتها دي وقعدت اقول كتير. بالعكس انا فهمت، انا فهمت اجابتك لانه كان لها اثر برضو عليك. هو ده. انا صراحه والله مش فاكر ايش الاجابه اللي جاوبتها للشباب، بس وصفك للموضوع خلاني افتكر عمل ثاني ما ادري اذا هي نفس الاجابه ولا لا. وانا في صف خامس ابتدائي يا محمود كان عندنا حصة يسموها الفنية أو حصة الرسم. حصة الرسم صح؟ دائما تكون موضوع. حصتين ورا بعض، حصتين مش تكون حصة واحدة، حصتين 45 دقيقة 45 دقيقة. فكان عندنا أستاذ بياخذنا على معمل الفنية. الحصة الأولى بيخلينا نرسم، الحصة الثانية بيشغل لنا توي ستوري الجزء الأول. أنت أباك تتصور إنه طالب في صف خامس ابتدائي باقي عنده خيال في دماغه لسه ممكن يؤمن بالخرافات، انه الالعاب ممكن تتحرك، ممكن ما نعرف ايش، وبتشغله فيلم مدته ساعة وعشرين دقيقة في حصة مدتها 45 دقيقة. ايش اللي بيصير؟ ما حتشوف فيلم كامل. الحصة الثانية بيشغلنا توي ستوري، بنتابعه الين ما باز وأودي يصيروا متعلقين في السيارة. الترك بيمشي وهم متعلقين فيه، بتخلص الحصة بيوقف الشريط روحوا على الفصل. الأسبوع الثاني توي ستوري، باز وودي متعلقين في السيارة، وقف الفيديو. أبغى أعرف إيش بيصير، أبغى أعرف إيش بيصير. ما في، ما تعرفت إيش بيصير. صف سادس أمي الله يحفظها وأبويا وافقوا يشتروا لنا الفيديو ويشتروا لنا الكاسيت اللي هو الشريط الفيلم ده علشان أشوف النهاية. شعور الرغبة الشديدة ذيك في اني ابغى اعرف ايش حتكون نهاية توي ستوري. كان بالدبلجة المصرية؟ بالدبلجة المصرية يا، وصوت احمد بدير ويحيى الفخراني. يا الله كانت تجربة رائعة، نفسي اعيدها من جديد بنفس الاسلوب. وبسبب هذيك التجربة بنتي جود تابعت توي ستوري الاول الثاني الثالث الرابع بالدبلجة المصرية مش بالانجليزي. جميل. انا كان ممكن اسكيب الرابع صراحه، الرابع كانش لي لازمه. الحب الحب حب حب توي ستوري هذا موجود في الدي ان اي، حاجه ما اقدر استوعبها مهما كان الفيلم سيء ممتاز اشوفه استمتع فيه. شوف اودي باز الالعاب الشله ذكريات اندي والطفله الجديده، اخ كانت تجربه رائعه فعلا، ودي انها تنعاد لو يعني في فرصه بعيدها. جميل جميل. طيب هذا السؤال اللي هو يفترض روح. خلاص باقينا ثلاث أسئلة كذا. عندك فرصة أنك تعطي جائزة الأوسكار لممثل أو ممثلة لدور معين ما فاز في الأوسكار، ما ترشح في الأوسكار، فيلم، ممثل أو ممثلة شفت أداؤه في فيلم قلت أوسكار، أوسكار من عندي، خلي الترشيحات، خلي آراء الأكاديمية ما يهمني، أوسكار الآن ياخذ أوسكار. جميل. من أكتر الممثلين اللي أنا بكرههم في حياتي، بس لازم اعترف انه عمل واحد من اجمد الادوار اللي انا بحبها، ادم ساندلر في انكات جيمس. اوه 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 جميل جميل. انكات جيمس اللي كان بيتخيل تخيل انا بقول على ادم ساندلر انه يستحق اوسكار، وده الغرابه في الموضوع، بس بجد يستحقها في انكات والله جيمس. والله دوره في انكات جيمس كان رائع نسبه. ايوه بالظبط، في انكات جيمس دوره فلاوليس، ما فيش ولا غلطه من الذين عملها، ولا غلطه على انه على انه قدم لي على انه قدم لي ادم ساندلر جوه الفيلم، ادم ساندلرز عارف، بس كذا في ظروف مختلفه. يعني لو بتشوف كل افلام ادم ساندلرز هو نفسه ده، بس هنا الظروف خلته يظهر بشكل مختلف. بالضبط بالضبط. يعني ناهيك من بقى جرون ابس وجرون ابس 2 وبيكسلز وجاك اند جيل والحاجات دي، دوره في انكات جيمز
انا مش فاهم مش رائع. فاهم بجد اللي حصل خرافي رائع. انا اعطيت الفيلم 10 من 10 لعلمك مش طبيعي حتى لما اعطيت الفيلم 10 من 10 الدنيا انقلبت فوق تحت. يا عمي ايش الفيلم المضروب ده 10 من 10 عليش والله فيلم 10 من 10 لا فيلم 10 من 10 ثاني يا مان جميل جيمس حاجه ثانيه يا مان جميل حلو حلو ايش واللي كسب بيها السنه دي كان واكين فينيكس اي ثينك جوكر ياس اتوقع يا اي اتوقع الا واكين فينيكس جوكر جميل ماشي مستحقه مستحقه بس ادم ساندر صراحه كان المهم اللي بعد فهمنا فهمنا الفكره بس الكونسبت واحد يعني. السؤال ما قبل الاخير شيل فيلم من قائمه افضل خمسة افلام على موقع اي ام دي بي وحط فيلم بتاعه في حال انك ناسي حقول لك الافلام التوب فايف. اول فيلم شاوشانك ريدمشن جاد فادر 1 جاد فادر 2 ذا دارك نايت بول فيكشن نو صنع الشر رجل غاضب 12 انجري مان يس فيلم تشيله من دولي تحط بداله فيلم مش بالش مش بالضرورة انه نت وورثي بس انت تحس انه ممكن ينزل 10 15 عادي. اول شيء ايش الفيلم اللي بتحطه بعدين نشوف بتحطه بدل ايش. انا حط باك تو ذا فيوتشر هطلع باك تو ذا باك تو ذا فيوتشر كده كده على الليسته هتلاقيه باك تو ذا فيوتشر ممكن يكون في الثلاثينات تقريبا او العشرينات يس موجود في ال 250 هو بالظبط هنطلع باك تو ذا فيوتشر ودارك نايت هننزله سنه معلش الناس اللي بتعشق دارك نايت ماشي بس دارك نايت ينزل سنه بس والكلام ده جاي مني انا عاشق دي سي المدافع عن دي سي بس برضه الحق يقال ان دارك نايت معلش هينزل سنه صغيره مش هينزل كتير هي سنه صغيره ونطلع باك تو ذا فيوتشر يا سلام جود انسر جود انسر جود انسر كده بس تدفهم يعني تك تك بس كده بس دارك نايت لسه فوق لسه يعني يستحق مكانه وكل حاجه خرافي الفيلم فاهمني بس باك تو ذا فيوتشر صراحه بيرفكت موفي واي نوت واي نوت جود انسر. السؤال الاخير وهذا السؤال اللي دائما ايش نحاول نخلي الضيوف عندنا في السلسله يتفلسفوا شويه وممكن يعني يحكوا لنا كذا يعني قصه من حياتهم او ايا كان او ايا طريقتك اللي تشوف فيها السؤال فيلم او مسلسل عمل انمي ايا كان ترك بصمه في حياتك لا شعوريا وخلاك تشوف الحياه بشكل مختلف وممكن كذا في عقلك الباطن اذا جيت تتخذ قرار معين كذا يصير في ريفرنس لحدث معين في وتربطه في ذا العمل اللي تابعته وما ينفعش اقول هانتر عادي اذا بتقول هانتر برر لنا بس ايوه لا ما انا كده كده الاجابه عندي هي هانتر تمام بس الفكره ان حتى للسؤال ده انا حاسس ان انا اتكلمت عليه اكتر من مره وبررت ليه اكتر من مره هانتر دخل فيا في الناحيه دي وخلاني يعني مش يخلاني افتح عيني على حاجات تانية صغيره تفاصيل تانية كده هو عامه الواحد كان بيسيبها بس مع الفرج على هانتر كتير لا بص على الحاجه دي كذا مره فاهمني ايوه الشخص اللي انت بتتعامل معاه كل يوم ده طيب وكل حاجه بس حتى لما يكون الانسان طيب وهو النور ومعنى الشيء الطيب اي حد ممكن ينكسر فاهمني اوكي فعلشان عشان ما نكونش بنردد نفس الموضوع بردد نفس الإجابة فأنا الإجابة بتاعتي كده كده هي هانتر بس خلينا ندي إجابة تانية لأن هانتر مش هو العمل الفني الوحيد اللي ساب فيها تأثير لا في أعمال كتيرة يا سلام حلو, فيها تأثير. حلو حلو تمام الحقيقة هي صراحة يعني ممكن ربما هانتر إكس هانتر يكون هو الشيء اللي سايب أكبر تأثير بس الحقيقة هي إن في كتير من الأفلام سايبة تأثير مش هقدر أقول يعني ربما هانتر تكون واخدة حيز كبير 20-30% بس الباقي متقسم على كل الافلام اللي انا بتفرج عليها يا سلام فاهمني ففي افلام كتيره بتعلق معايا يعني انا دلوقتي ولا اقطع كلامك ولا اقطع كلامك افتكر مره شفت لك فيديو انت ومهدي والسؤال واجابتك على السؤال كانت جميله جدا لدرجه اني انا الى الان بفتكر اجابتك كنت بتحاول تقنع مهدي يتابع فيلم RRR فكنت بتقول له انت بتشوف كوميديا وفي نفس الوقت بتشوف حاجه بتلامسك بتلمسك ما نعرف ايش الريفرنس اللي هنا بس افتكرت الاجابه دي ون بيس حيعطيك نفس الشعور ذا
اوكي اوكي فاهم. حيلمسك think... وحيخليك تستمتع على ما اعتقد ان دي هي التعريف للفن الجيد، الفن اللي يخليك تحس بحاجه. يس فاهمني؟ يس. فالاجابه على السؤال ده في كذا حاجه جت في دماغي. ذا بيركس اوف بين ا وولفلاور فيلم اثر فيها جدا، خاصه في الوقت اللي اتفرجت عليه في الفيلم ده. جميل فاهمني؟ مع ان الفيلم فيه ازرا ميلر بس قشطه، كان قبل ما ازرا ميلر يكون وحش. تمام. فيلم بلاك سوان فاهمني؟ فيلم انسبشن اللي خلاني اقع في حب الـ الصناعه التقيه. في فيلم زي فيلم تيكل ده، هو فيلم وثائقي بس برضه ساب فيها تاثير فاهمني. فيلم زي ماري ان ماكس، فيلم انيميشن بس ساب فيها تاثير مش طبيعي. حق البنت الصغيره والعجوز بالظبط، كان بينهم رسائل بالظبط. فلا ممكن نقول سيتي اوف جاد، الفيلم البرازيلي. افلام كتيره وكلهم سابوا تاثير. فايوه ممكن يكون فيلم واخد تاثير اكتر من التاني، بس لو هفكر فيها اللي هو على حسب الموقف في الحياه اللي انا بقابله. ليش معظم ليش معظم الافلام اللي ضربت مثال فيها يعني تتسم بالتعاسه؟ لاحظ شاهد ماري ان ماكس فيلم سيتي اوف جاد بس على ما اعتقد هيعتمد على الموقف في الحياه اللي انا ماشي فيه. يعني انا ماشي في الحياه كده، هيحصل قدامي موقف هفتكر الحاجه اللي انا اتفرجت عليها اللي هربطها بالموقف ده. يس. طيب خليني ابسط لك السؤال، خليني ابسط لك السؤال عشان انت ما تتوه فيه اكثر. فيلم تشوف انه الفيلم هذا اي شخص يتابعه بيطلع منه بفائده، فائده على حياته كده، احس ابسط مش حتتشعب كثير يعني، لانه عارف الإجابة السؤال صعبه فعلا. هيطلع بحاجه هتفيده في حياته. بويهود. اوكي بويهود. احكي لي بويهود. احكي لي. لا والله مش فاكره. فيلم بويهود اللي هو الفيلم اللي اتصور خلال 10 سنين ولا 14 سنه. بويهود 12 سنه. افتكرت ان الممثلين كانوا اطفال وصاروا كبار في الواقع فعليا. بالظبط بالظبط. ده فيلم فعلا لو انت اتفرجت عليه في السن الصح هنا هو هيضرب والله. وهتتعلم منه حاجه، هتتعلم منه حاجه فعلا. ان ماشي، ربما ان اللي بيحصل في الحياه ده ما بيحصليش انا لوحدي. بالضبط بالضبط. الحياه بتحصل في العالم كله في كل مكان. بالضبط. اللي ما تعرفونه يا جماعه عن فيلم بويهود اللي بيتكلم عنه، كيف نسيت اسمه؟ عندي مشكله مع الاسماء، معليش سامحني. فيلم بويهود يا جماعه ده فيلم تم تصويره خلال 12 او 13 سنه، انا مش فاكر. المهم انه بلس 10 سنوات. يبدا فيه الممثلين اطفال وينتهي وهم متجهين للجامعه. لك أن تتخيل أنه خلال 12 أو 13 سنة دي بتعيشها بتفاصيل كلها، مشاكلهم في البيت، مشاكلهم مع أمهم ومشكلتهم كيف تعيلهم وكيف تسوي وكيف مشاكلهم تتجوز وانت مش عارف مين وكيف تدرس واخ أخ. وكل ولا ممثل ضاع منهم، فضلوا محافظين على نفس الكاست من أول سنة صوروا فيها لحد آخر سنة. 12 أو 13 سنة ما توقع أكثر، هي في ذا الرينج. والله خيال. لو واحد مفهر. لو يعني واحد من افلام هوليوود القليله اللي بتدي فيلم سلايس اوف لايف محترم. والله اجابه ممتازه يا محمود، اجابه ممتازه. وبالفعل الفيلم هذا بيعطيك كذا لايف ستوري بطريقه واقعيه جدا، دراما انسانيه بتخليك كذا تستوعب فعلا كل شيء بيصير جوة الفيلم. بتقول يب انا بتصير لي مواقف زي كذا، مش بالضروره الثقافه الامريكيه، لا كده بطريقة معينة في أشياء راح تلمسك في هذا الفيلم. عمد يا عمي الولد لما يدخل في مرحلة المراهقة ويعمل لك إيه ومش عارف مين يب. ماشي أنت ما عملتش كده بس أنت عملت حاجة زيها، فأنت عارف ده حاجة كده. ودلوقتي بالضبط. أنت شايف قدامك اللي أنت كنت بتعمله بالنسبة لأهلك كان شكلك عامل إزاي، فاهمني؟ يس It's a good, it's a good movie man. يس والله إجاباتك جميلة يا محمود، وأثريتني صراحة يعني. والحوار معاك في مجال الأنمي المسلسلات الأفلام يعني مشوق. أنا مش عارف إيش راح تكون النتيجة النهائية ومدة الفيديو، بس أوعدك ما أتوقع أنها مرت علي كأنها أبدا في المدة الفعلية. يعني أنا صراحة أنا لسه كل شوية حتى لما بنجي نتأكد من الريكورد ولا حاجة أنا عمال أقولك اللي هو إيه دود يا شوية يا كمان شوية كمان فاهمني. الحوار ممتع وشيق للأمانة معاك يا محمود، وألف مبروك. أنت من فترة قريبة تزوجت إذا ما خاب ظني. يا ألف مبروك
اليوتيوبر المتزوج. الله يبارك فيك. عندنا 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 مشكلة. قاعد أسأل عمي قبل فترة، قلت له يا عمي لو إني جيت خطبت بنتك وقلت لك أنا وظيفتي يوتيوبر حتزوجني؟ جلس يحك دماغه كذا قال لي كم دخلك بيكون؟ في ناس كثير عندهم مشكلة. أقول له ليش ما تتزوج؟ يقول لي يا أخي وظيفة يوتيوبر، وظيفة صانع محتوى لسه الناس مو معترفين فيها، يبغوا وظيفة مكتب، يبغوك تجلس كذا يقولوا إنه ذا يداوم الساعة 7 وبيرجع الساعة 2 الظهر، إنسان ملتزم. وظيفة صانع محتوى لسه القدماء مش ماخذينها على محمل الجد. أو صراحة عشان نكون صريحين هنا، هو في مصر عامة في الجوار لا الموضوع بقى متقبل. كويس. يعني مش أجنبي زي ما أنت فاكر، هنا هو في مصر. أوكي أوكي. هم أيوة يعني ما يفهموش أنت بتعمل إيه، بس فاهمين إن في حاجة اسمها كده. خلاص. فاهمني؟ بيزنس. يعني they know about إن ده مجال شغل في الوقت الحالي، بس أنا مش فاهم إيه ده، مش عارف إيه ده بالضبط، بس أنا عارف إن هو حاجة. بيجيب فلوس، بيشتغل، خلاص الأمور طيبة. جميل جميل، الله يعطيك العافية والله محمود، انبسطنا. وإن شاء الله وإن شاء الله ما بتكون هذه آخر استضافة طبعا، ويفترض إن شاء الله إذا ترتبت الأمور ياس تجينا تزورنا السعودية ونجلس نسولف بشكل أفضل ومن دون مشاكل. وقف الكاميرا وشغل الكاميرا دي. بالضبط. الله يعطيكم العافية يا جماعة. إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو. قناتي وقناة محمود، التفاصيل حسابات محمود راح تلاقوها موجودة في صندوق الوصف. ياب اشتركوا في قناتي، اشتركوا في قناة محمود. محمود عنده قناتين، راح تحتاروا نتابع العظمة ذي ولا العظمة ذي ولا نتابعها كلاها. في كل مكان للأمانة قاعد تقدم شغل رهيب. الله يعطيك العافية محمود. كان معكم الوجيه ومحمود، نشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.